سلام عليكم. أول شيء نبارك الأمة الإيرلندية بحلول شهر رمضان. السيد قال رمضان راح يبلش شهر 11. ليش؟ لأن يخاف على المؤمنين مالته. يقول بأنه المؤمنين بالحار ما يتحملون وماكو كهرباء بالعراق. ولهذا السيد طبعا قاعد يمي اليوم جماعة تيك توك فد شوية إن شاء الله راح يطلع لكم السيد ويسلم عليكم واحد واحد. فبمناسبة هذه الأجواء الرمضانية الكريمة وحتى تشوفون الأضواء خافتة، اليوم حبينا نسوي هذا البث بحضرة الإمامة السبتة تنقاني اللي راح يجاوبكم وعلى كل أسئلتكم وعلى كل الأسئلة الشرعية اللي تحبوها من عنده. ولهذا السيد قرر بأنه رمضان راح يصير بس بالشتاء، احنا ما نسوي رمضان ويا النواصب، احنا موالين وراح نبقى موالين وراح نبقى نتبع السيد. وشكرا للأخ اللي بعت لي منشور اللي قال بي بأنه شوف السرة لازمين سرة على بيت السبتة تنقاني. طبعا صعادات برا بهذه المناسبة، قول فنتمنى لكم فطور شهي وحياة سعيدة في مناسبة رمضان اللي قدمه السيد السبتة تنقاني. هسه قبل ساعة سوى الفسوة المباركة مالته وقال خلاص احنا ما لنا شغلة بالنواصب، النواصب هذول يسوون رمضانهم بكيفهم واحنا نسوي رمضاننا براحتنا. ولهذا احنا راح نسوي رمضان على راحتنا بكيفنا. سيد بعد وكيف يحكي قول له. السيد قال احنا لازم نسلم على كل المؤمنين والمؤمنات اللي دخلوا قناتنا المقدسة المباركة. و طبعا البارحة هو كان عندي معزوم، ولهذا السيد قلت له أنا شلون راح نتفاهم منه وغادي من نسوي بث مباشر أو كذا، فحط إيده المباركة على رأسي وقال لي من هسه ورايح راح يصير سيجنال بيني وبينك، يعني بث مباشر من مخي إلى مخك، يعني هو يحكي داخل نفسه لأنه هو ما يحكي بس داخل نفسه يحكي، بس أني راح أترجم لكم بكلامه ويحكي هو على اللي بداخله ويرد على أسئلتكم الكريمة. سيد سلم على حمد وقل له دز لك الخمس، قول له بدي عطري خيلي ممنون كبرادري حمد، خيلي ممنون. بابا احكي طلع الحصوة، احكي عربي عربي عربي، هذا عربي من عندنا، هذا ما يفتهم خيلي ممنون وإيراني وهذا. قل له شكرا. حرام حرام حرام. سيدي ومولاي حمد، شكرا على الخمس الذي بعثته لنا، هذه قناة مباركة كل خمس يدخل فيها يأتي إلى جيبنا المبارك ونوزعه على المؤمنين والمؤمنات. خوش خوش، هذا كلام حلو، لا تحكي إيراني في دول عينك. أريدك هسه تسلم لي على كل المتابعين في القناة. يلا يلا دز لي السيجنال وحتى نحكي، اللي احكي اللي بقلبك وانا احكي لك اياه بلغتك. حرام حرام حرام. حضرتي مشاهدي قناتي الإمام صلوات الله عليه لطيف الحسيني السيستاني وكيلنا ومرجعكم بعدنا، مولانا تعيش والله ما قصرت.
سلامي على أختنا الكريمة سارة وغزلان ورابنزل وماكس والأخ العزيزة قتيبة والأخ العزيزة نسر الشرق والأخ جي اس ام حمد والله انت يكاكا. وبعدين عندنا الراوي سونا الراوي شكرا اختي وادمن الصفحة المباركة السيدة الراوي حفظك الرضا. وبعد عندنا اخت جنان و والله هزاع ما موجود ما موجود احنا هنا نسلم على كل متابعينا والاخ آراس سلام الرضا عليك. والله ادمن الصفحة آية الله محمد ادمن الصفحة هذا انسان المنازل الاخي علوش ورضوان الدليمي يقول السلام عليكم مولانا. حضرتي خزير وحضرتي اميزنج فوتج وحضرتي ان ايه صدق انت عندك الحص وحتى تعرف تحكي انجليزي قول بدل عقلك حضرتي مير زاهير حضرتي ماكس والله حضرتي ابتسام هذه أختنا عزيزة علينا وعلى قلبنا الرهيف قول له سلام عليكم حفيد الفاروق والله انت يعني ما عندك تفرقة حرام لا ما عندك يقول ما عندي تفرقة كل من يدفع الخمس فهو موالي آراس قول له بدل عطل والله أختنا أم سلطان قول له كلكم نورتم كثير من الأسماء الحسنى في هذه الصفحة ولكن بسنا بسبب اليوتيوب الغير موالي لنا لا يوصل قول له حضرتي عبد الله العمار بدل عطل حضرتي كرار حضرتي نجاة حضرتي منى حضرتي احمد والله سأسماء كثيرة فأخيرا دخل الإمام هزاع صلوات الله عليه هذا من يقول ماكس هذا شك الطائفي من هو الطائفي نحن هنا لا يوجد طائفية لا فرق بين أعجمي وكردي واثنيناتنا مو عربي كاكا قولها انتو العرب يسمعون ان فمثل ما قال ابو المثل لا فرق بين اعجمي وكردي قولها انتو اضربوا راسكم بالحائط انا ماني شغله عندها ترجم هو اللي يحشي لي حرام سلامات عليك يا اخ زيد مولانا اكو اسئله جتنا فلازم ترد عليها من بعض الموالين اللي طبعا يتبعوك مثل الخرفان ولازم انت تسال فانا كتبت لك الاسئله وانت بلغتك المباركه
وبلغتك اللي هي مولانا فورد، أنت وحدة آية من آيات الله العظمى في هذه القناة. شكرا للخمس الذي تبعثه يوميا، ولهذا كتبت لك جواز السفر إلى الجنة. قول له هذا فورد ترى، أنا مالي شغلة، بدل عطلك. فأكو سؤال يقول: هل شرب الماء في رمضان يفطر؟ جاوب دزل السيجنال. باسمه الرضا، الماء من نعمة الله، فشربته في رمضان أو لم تشربه فأنت لست بفاطر. قول لا. طيب شرفي أنت مولانا، أنت سيد موديل 2023، بعدك بترابك منازل، براحتك تحكي. يعني أنت فد واحد تنحط على الجرح يطيب. يعني تعرف السويت بالإسلام ميش شققته. أكو سؤال واحد ثاني يقول: سيدنا، إذا زوجتي رقصت لي في غرفة النوم على الموسيقى، فهل هذا حلال؟ ها سيدنا شو تقول؟ إذا وحدة رقصت زوجها على موسيقى شرقية، موسيقى كذا، فهل حلال؟ يلا دزلي الرسالة خلي نسمع. سلام عليكم أيها السائل. يقول الرزا: الموسيقى حرام ثم حرام ثم حرام، يعني ثلاث مرات في ثلاثة ضاربها. ولكن إذا كان الرقص على إحدى لطميات سيد فاقد أو سيد ملا باسم الكهربائي فيكون حلالا زلالا في ثلاثة. قول لا بدل عطل. وإذا لم تجد لطمية في هاتفك التليفون فأفتح أي قناة وابحث عن أغاني فيلم الرسالة قول لا طلع البدر علينا. وهذا محبب محبب حرام حرام حرام. أنا مالي شغلة سيد حمد، دزلك مرة ثانية شو تقول له؟ خيلي ممنون لك بابا طف، مو إيران، مو خيلي ممنون، الرجل عربي تشكر منه. حضرتي حمد، أطال الله في عمرك، ما دمت تدفع الخمس فأنت في الجنة. خلاص أخونا حمد ضمنت الجنة. بعد أكو سؤال شوية، يعني أنا ما عرفت أصلا شلون، يعني أنت تعرف أنا طالب من يقول: سيدنا، هل يحق لي تأديب زوجتي إذا رفضت الذهاب إلى الزيارة معي؟ فما أعرف أنا هذه الشغلات، تعرف سيدنا أنت أكبر مني عمرا ومعرفة وعلما ودينا، فحولت السؤال إليك، شنو الجواب؟ باسم الرضا عليه السلام، أختي السائل، تأديبها ولجني حب عليها. أوقف أوقف، شدت لوص، شنو لجني شنو حب؟ أوقف بابا على كيفك، أشتت تخبو، طلع الحصوة ما الترجمة، طلعها، طلع الترجمة خلي الناس يفهموك. طبعا جماعة أخواننا في التوك توك أريدكم، أنتوا ما شايفين السيد، هذا السيد هياته شوفوا قاعد، خلي لكم إياه هسه زين، تشوفوه السيد، إيه شفت السيد قاعد يمي، حتى لا حد يقول ميت وما أعرف شنو، عيب ترى. إيه سيدنا، إذا واحد يريد يأدب زوجته لأن ما هذي الجواب، باسمي الرزا تعالى. لك شنو باسم الرزا تعالى؟ سويته الله؟ لا لا والله، يلا مشي مشي، أنت إذا رمضان سويته
شهر 11 مو مشكلة. حرام حرام حرام. يجب أن ترسل زوجتك إلى وكيلنا سماحة آية الله العظمى صاحب العصير والرمان في بريطانيا سماحة الإمام لطيف الحسين السيستاني، وهو سوف يؤدبها بطريقة حزارية. حرام حرام حرام. معلش ليش شغله لك هاي توديها الفورد، الفورد يليف عني شو شغله يقدر يعني ما يخالف. أنا لسه ما عندي مرة هذه، بس تدزلي واحدة يعني ماشية 40 كيلو متر بدون ما، لا هذا عيب ترى سيدنا. أنا هنا أنا أوقفك عن حدك، ما يصير أنت تدز علي يعني أنا لو واحدة بترابها لو ما تمشي عندي. قول له نوصلها. إيه خوش. هذا سؤال ما أعرف يعني أنت جاوب عليه، ما أعرف بعد أنت هذا الأمر بقى يمك. أكو واحد كاتب لك، هذا بعثي من جماعة بعدي، كاتب لك سيدنا هل تعتبر صدام حسين شهيد؟ قسم بالله يا سيستاني إذا ما قلت شهيد لا أطرك بيدي أربع وصل. يقول لي وصل الجواب. الجواب ما لي شغلة، هو دا يحكي باسم الرضا عليه السلام، صدام حسين شهيد شهيد لأنه زار الحسين وعلي ابن أبي طالب. صار رفيقي شهيد، هذا شهيد، سويته شهيد على راحتك. أنا مالي شغلة، هذا الصمام ده يقول مالتكم، مالي شغلة. أنا ناقل الكفر ليس بكافر. عندنا هنا بالتيك توك الزوعي حبيبي، هنا دولة جماعة ولد محازم، تعرفهم دولة ولد محازم، يعني من يطبون التيك توك لازم واحد يليفهم. المصيبة فورد ما عنده تيك توك، يقول أنا ما أمن بالتيك توك لأن مو موالي، فليف النية وخلوا حتى ليفشر. إذا الفشار ماله مو شرعي فحرام حرام حرام. هذا آخر آخر سؤال، فأنت لك الحق تجاوب وتشوف وتعطي الفسوة المناسبة لها، لأن هذا بتوقيع تقريب 10.5 مليون شاب عراقي، يعني مو واحد واثنين، 10.5 مليون شاب عراقي وقعوا على هذا الطلب. قالوا لازم احنا توصل لنا باعتبارك انت وكيل السيد، توصل لنا هذه العريضة للسيد. تقول العريضة سيدنا هل حلال على الحكومة العراقية اللي برئاسة محمد شياع الأرجنتيني غلق قنوات الدبج في العراق، أو يسموها في المصطلح الأخلاقي الخلاعية؟ حرام حرام حرام. شوف حتى صعادات برا. زين شنو تجاوبهم؟ باسم الحسين، أولاً يا حسين يخرب بيت هذا الحكومة من البارحة، أني يدور على هذه القنوات لم أجدها، فهذا حرام حرام حرام. أنا مالي شغل حتى هو يدورها لسوالف. قول يقول السيد من البارحة لليوم دا يدور على هذه القنوات ما دا يلقيها، يعني حتى السيد يبارك هذه القنوات. أنا مالي شغلة، ناقل الكفر ليس بكافر. ويقول الله لا يرزع على هذه الحكومة اللي خربت بيتنا، فيجب أن يخرجوا كرارا سويا فورا بإرجاء هذا القرار وإعادة، شوف هذا شرط يحط، وإعادة كل هذه القنوات التي
تفرفش كل شبابنا العراقي. قول تحفظكم الحسين وزيارتكم للرزا مجانا. يلا بعد انا ما لي شغله يعني انا وصلت المعلومه الى الحكومه العراقيه. قول سيدنا اذا تريد تحب تاخذ اتصالات شغلات مولانا حمد همدز لك شو اسمه سوبر شات خمس شو تقول له؟ صلوات الله ورسوله عليك يا أخونا حمد، لك دخلت الجنة من جميع أبوابها العريزة، فلا تحتاج إلى جواز بعد اليوم. أخوي حمد مشكور، دخلت الجنة ما بيها بعد كاف لام كل شيء ما بيها. يعني هنا اليوم السيد قاعد، طبعا قبل البث تعرفون السيد قاعد يعشق 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 التواليت، تصبح تمسي عليه قاعد بالتواليت، حاط العلب يمه وماليها فساوي. وانت شفت العلبة بالإعلان، علبة الفساوي يعني تصنيع بريطاني بنكهة إيرانية وبدعوات أمريكية، والمستخدم الوحيد إلى هو الشعب اللي موجود في إقليم العراق الإيراني. ولهذا لازم راح نسوي علب لفساوي المرجعية، ننزلها إلى الأسواق العراقية وراح نطق. أنت تعرفون راح نطق يعني أي شيء بيه فسوى من سيادة المرجع الأعلى الأدنى، أنت تدخلي الجنة. ومن تدخلي الجنة حمد همدز لك خمس، احكي خرسيت. شوف حط السيجار ما يريد يطلع من البارحة، لك بابا هذه مو موصولة. حضرتي حمد خيلي ممنون لك، ها اشتغل مو إيران بابا، لك هذا عربي عربي، احكي ويا عربي. حضرتي فهد أنت دخلتي الجنة ولديك كسر فخم على أربعة شوارع. اضرب حمد، اجاك بيت على أربع شوارع، بعد انت بكيفك، بعد انت تأمر. يلا حبيبي أورط لك، لا مو هسه اوكي لان بث هذا حرام، رمضان تدخن مو مشكلة سيد، انت سيد. فأنت شو تقول بشهر رمضان يصير واحد يسوي كل شيء لو أنت مجرد يعني تحرم كل شيء؟ مولانا صاحب العسير والرمان قال في كتاب الكافي للكروة بين النهزة والعلاوي، الصفحة 96 مجلد ثالث، يقول في رمضان يجب تدخن لأنك تحتاج إلى التدخين، أما إذا شربت الماء فالماء نعمة الله فلا يجب عليك رفضها. يعني شوف ليعطيك صلاحية الجقاير وده يعطيك صلاحية المي، يقول لك هذا نعمة الله، ما يصير ما يصير. بعد مولانا، أما في حالة المتزوجين حتى لو كان صائم فله حق العمل التشقلبان، ولكن بعدم فتح الزوى. يعني شنو مطفيج؟ بعد ما نشر هاي فتاوي مات، اي يعني انت تسوي شقلبان وتسوي شغلات بس طف الزوا حتى لا يشوفوك، ما اعرف. زين هذا المتعه والشغلات السوالف هاي تعبانه شلون؟ اما للمتعه فالمتعه حلال زلال على مدار الساعه والثانيه. يعني أنا ما لي شغلة، هو هذا المرجع أنتوا قلتوا لي جيبوه
تعرفون جبت تهريب، جواز ايراني ما يطو فيزا، جبت تهريب حتى تقولون ابو عمر ما يشتغل ومو معصوم وما يحب الولايه. احنا اهل الولايه، احنا نجيب اي واحد تابع للولايه نجيبه يمنا. قول وانتو قاعد يعني ما اعرف سيد موسوي اللي تؤمر بي، ما طولك انت من جماعتنا سيد اللي تؤمر بي صار زين. مولانا برمضان الشرب حلال؟ لا مو شو اسمه، لا حبيبي مو شرب المي. اكو عندنا ناس بالعراق مثقفين عركشية، يعني باللهجة العراقية يقولون عركشية. فهل حلال هذولا ما يشربون؟ لان تعرف خطية مدمنين، بس اكو ايمان بقلبهم يريدون يعني يصومون. فانت شو تقول؟ يلا دزنا السيجنال خلينا نقرا نشوف. مصيبة هذا السيد، يعني انا ليش احبه؟ لان موديل 2023 بعد ما نازل بترابه. قول آية الله العزمى سماحة لطيفة الحسيني السستاني. الشرب بالنسبة للكحول العرق حلال زلال، والسبب جاء في كتاب الكافي للشرب الوقافي في صفحة 33 يقول العرق حلال زلال لأنه يشبه الحليب. ما تشوف طلع لك فسوى يقول لك العرق حلال لأن يشبه الحليب. أنا ما لي شغلة، أنا ما لي شغلة. سيد دا يحكي، سيد دا يعطيكم كل تفاصيل وتواصيف شو تسوي برمضان. قول له بدل عقلي والمشروبات الباقية. مولانا الرزع لك يا رزع، أنا مو رزع أنا لطيف. مولانا سماحة الآية الله العظمى لطيف الحسيني السستاني، في رمضان لا يحل شرب الويسكي أو الكونياك. مولانا أنت مشتغل ببار قبل؟ يعني كل هذه المشروبات وسيد وبالرسول الله ما بقى مشروب ما تعرفه. المهم خلينا نكمل. الفيسكي والكونياك شكله قبيح كشكل البول، فهذا حرام كما جاء في كتاب الكافي للكراوي التعبانة بين النهزة بالعلاوي. أنا ما لي شغلة، هذا سيد دا يعطيكم كل مصطلحات الحياة اللي انتو اسلاميا احنا الموالين، يعني دول النواصب احنا منا شغلة بيهم، هم يقولون حرام بس السيد احنا نتبع السيد. شوف حتى الخضار وهذا مات السيد، العمامة مات حطيت له مناظر خوفا على الاضواء، سويت له اضواء دينية مشاعر كل حطيت لي اياه حتى لا حد يلومني. او يجيني محمد السبت التنقاني ابنه يقول لي أنا طيتك سيد موديل 2023 رجعت لي موديل 2900، فما يصير أني أرجع الأمانة كما استلمتها. يدخن سيجار ما أعرف، هو يتخيل غير شيء بحلقة ما أعرف، هو هاي شغلته أني قول له بس مال تخلوني أتراجع عن مواقف السيد ونكون نواصب اللي حرمون كل شيء مستحيل. أنا من جماعة السيد وراح أصير وكيله، ومن يموت طبعا راح يموتني وموت أهلي وأولادي وعشيرتي وهو ما يموت، بس نقول يعني عسى ولعل إذا مات فالخمس يجينا وأنت الأدمنية والمتابعين بالصفحة راح تطقون، ومن تطقون يعني خلاص بعد. زين سيد بالنسبة اكو مشروبات ثانيه يعني الفودكا، ها يعني تقول مكتوبه خلي اقراها خلي شو معرفني يعني انت مو اسالك. اما للفودكا فهي حلال
حلال حلال. الجواب موجود في كتاب الكافي المجلد 2 صفحة 96. انت تموت على هذا الرقم 96، لأنه يشبه الماء فتغلق خشمك وتشربه وكأنه الماء الزلال. بشرفي أنت سيد، هاي رجلك أبوسها، هاك حبيبي أنت، والله أنت سيد يعني تحفة تحفة. 56 وحق دمه 56. زين قول له مولانا أنت إيش تصنع، إيش تنصح يعني الموالين يعني يروحون للجامع يقول لي خسأت؟ لك شنو خسأت؟ ترى أرجعك بمقتدى أسويك إطاري. حرام حرام حرام، دخول الجامع حرام، فيه النواصب، تدخلون إلى الحوزة والحسينية وتتعلمون ماذا يقولون عن الحسين. زين والباقي؟ الحسين يأدري أدري، والباقي والرزا إيه بعد، والكازوم والأباس بعد. زين يعني احنا ما نروح بعد للجامع؟ إيه انا رايح للجامع. إيه رايح. حرام حرام حرام، انا كافر. ليش ولا كافر؟ ها جامع من نواصل. زين انت سيدنا صحيح حللت التطبير وحللت بانه الناس تلطم. زين انت مو يقولون الحسين سيد شباب اهل الجنة؟ ليش يلطمون عليه؟ هو قاعد بالجنة، مات شهيد والشهيد بالجنة وقاعد. حضرتي امام لطيف الحسيني السستاني، حينما تبكي على الحسين لما تنزل أي دمعة من عينك المباركة فيخلق من هذه الدمعة 70,000 ملائكة. 70,000، نعم 70,000 من الملائكة المعصومين. زين ايش راح اسوي يعني ب70,000؟ انتظري، ها يعني انتظر اي خل اكمل اكمل ايه. وكل من يتبر على رأسه ويخرج الدم فهذا الدم متخسر في جسمه ويجب إزالته. أنا مالي شغلة، هو ده يحكي هذا السيد. جماعة التيك توك شوفوا هذا السيد قاعد يحكي، أنا مالي شغلة. يلا اسمعوه واحكي وياه. سيد قاعد سيجار، وحتى لا تقولون أبو عمر مقصر وياه، جبت لكم السيد بعده بترابه ما ماشي. حرام حرام حرام، مالي شغلة هذا السيد. جماعة التيك توك لحد يقول لي ضاربة شيء، شوفوا بعد يعني أحمراني حلو يخبل خدوده متفحة بعد ما ماشي. يعني هو انولد أتصور بأسبوعين أو ثلاثة قبل ما ينولد آدم. يعني أنا أتذكر من قريت تاريخه قبل ما ينولد آدم هو كان موجود على الأرض، وبدأوا يعني من ذاك الوقت لليوم يبدلون بي ويجيبون إياه وقاعد. حتى لحد يقول لي ويحكي ويقول أبو عمر ما يداري السيد من يزوره، أنتوا النواصب تقولون السيد ميت. هذا جبت لكم إياه بعظمة وبلحيته، لأن هو ما بي لا شحم ولا لحم، بعظمة جبت لكم إياه. وهاي السيجار مالته، سيجارة $1,000 يدخن، شو تريد؟ قول لا، احنا ما نقصر ويا السادة. ذاك اليوم واحد يقول لي انت شلون صرت السيد؟ بسيطة،
انت مو عندك بالبيت شرشف مقلم، دخله بالغسالة، حط قاصر عليه، التقليم يروح يصير سادق، فانت تلبسه وصير سيد، اسهل منها ماكو. 20,000 مرة تقول يا حسين، تلطم، توزع حريسة، تبوق، هذا مو مشكلة، المهم تروح الزور كله يتطهر. فهذا الإمام صار له يعني كم يوم وياي، أنا باعتبار يعني رجل موالي بعد، أنا ما لي شغلة بالنواصب، أنا ما لي شغلة بعد، أنتوا أنا كنت ناصبي وما لي شغلة بعد بأحد، هسه أنا موالي هذا حضرتي سبت الطنقاني والسيجار ماله والمناظر مالته فرساتشي. فناخذ أول مؤمن ديتصل بينا، ويجب قبل ما نتكلم مع المتصل، ألو مكتب السستاني، يجب عليك إذا سبيت أو شتمت يجب أن يكون سبك وشتمك شرعيا. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور شلونك؟ حياك الله. السؤال مو إلي، لأن اليوم أنا مو دكتور، أنا خليفة السيد. اليوم هذا تكلم جدية، يعني يومية شاقة بالبلد. ماكو شقة، هذا موضوع إحنا انتهينا من الشقة، إحنا دا نحكي بين الجنة والنار، إحنا في نهاية العالم. يعني أني جبت للسيد هنا خوفا عليه، لان بيت الايجار ما بي غاز، انا عندي فول تدفئه، جبت منك لهنا لان بالنجف ماكو غاز، خوفا عليه جبت حتى احميه. سماحة لطيف. اي تفضل. سماحة لطيف الحسين. نعم. انا سؤال جدي، انت ما خليتنا كمل، خلنا كمل. عفوا عفوا عفوا، معذرة، حفظك الرضا. انا كنت اصلي. نعم. وخرج مني ريح. خرج منك. سؤالي للسيد. خرج منك. نعم. شنو؟ ريح ريح. فسؤالي هل صلاتي بطلت ام لا؟ اوقف اوقف. لحظة واحدة. لان الريحة خنقتني نعل على والديك سستاني. ابن الكلب. ما سابح من معركة الخندق. تفضل. نعم دكتور. اي هسه صحة السيد لطيف. هسه انا اساله، فهمتي سؤال المتصل سيدنا؟ فلازم انت شويه بصوت عالي يعني. اي فهمتي، يلا دزي للسيجنال. عزيزتي المتصل، لك بابا رجال، هذا شنو عزيزتي؟ اها انت ايراني، يلا ماشي عادي عادي. عزيزتي المتصل، كل شيء يخرج من جسمك فهو حلال زلال، روح ادخل الجنة بعد، خلاص قال لك حلال. أثناء الصلاة يعني؟ لو تضرب تشقلمبات. ما شاء الله، يعني صار طاب بالجنة دفرات. لا لا، انت يزورين؟ انت يزورين؟ ايه يزوري. انت يرطمين؟ إيه نعم. خلاص أنت في الجنة. هل ترغب في شقة؟ هل أنت عازب حتى أعطيك شقة؟ نعم. أم أنت متزوج؟ أنا أريد شقة مع حمد. حمد دفع الخمس، فهو السيد أمر بأنه يأخذ فيلا على 4 شوارع. أنت عزابي، لديك شقة في الطابق 11 بدون مصعد. أنا ما لي شغلة، هذا السيد. السيد أنا ما لي شغلة، هو السيد يقول أنا ما لي شغلة. أنا خلي راسنا من ننطي الزكاة من العيد. سيد راح ما طول يطيك، ما يخالف. خلاص أخذت بيت بغرفتين، غرفة لك للنوم وغرفة للحورية التي تسكن معك. اضرب حتى حورية طاك، شو تريد بعد؟ ايدك بالدهن حتى حورية طاك. يلا بعد بعد اسأل. شوف
هو ده هو دائما يقول اسالوني يعني. اي اسالوني قبل ان تفقدوني، ولو ما راح نفقده راح نفقد نفسنا ما راح نفقده. المهم انت مخلي مليون باوند اللي يجيب لك التصوير، اي صح ولا غلط؟ لا 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 مليون ونص سويتها، مو مليون. وروح ابويا وروح ابويا قدام الناس. نعم بعد حلفت بروح ابويا. ابو عمر التصوير اللي تريده يعني بغض النظر انه تمثال لو الا هو الحقيقي، يعني جزء روحاني والقى شخص ثاني ملبسين قناع. أنا شرط مالي 30 ثانية، 30 ثانية مو أكثر. يشاهد الشهادتين. 30 ثانية يعني لا لا عرف الشهادتين، يعني عادي شخص ولابس قناع يجوز أنا أروح وماله هو صحيح ميت. هو ميت هو منبوش، ما تشوفه جبته أنا جبته. أنا دافع كفالته من الجبر. أنا إيش سويت؟ أبو عمر أبو عمر تصحيح. أنا لا أمون بي ولا أحترف بي وأنا متابعك ما يحتاج بعد أحكي. لا أخوي أفتهم 19 تابعك إيه. إيه. فدزيت على كامر هاي صغيرة كلش هاي الصينية اللي يعني عبارة عن درنفيج برغي. إيه فاهم، بس هذا الحرس ما يخلوك تدخله. إيه. هي هاي المشكلة. إيه ما أتعلمني أتعلمني. ما مولانا من رخصتي المتصل مولانا حمد دزلك خمس بعد. قل له. ايش راح تقول له؟ حضرتي حمد لقد غيرت الفيلا الى قصر على نهر يوجد فيه الخمر والحوريات. اضرب حمد اضرب، يعني ماكو بعد طقيت حمد اخويا بعد طق حمد بعد اخذ هسه قصر على نهر وهو يختار بعد. انا مالي شغل السيد، هو ده يقول السيد ده يأمر، أنا مالي شغلة. هو ده يقول أنا ترجم له. فأنت أخويا أنت تعرف الحرس طبعا، هذا ده أقول لك هذا اللي يدخلون ما يبقون شي بيك، ما يأخذوا منك. والتفتيش مالتهم تقول ما أعرف طبعا على رئيس وزراء إيرلندا لو الإسرائيلي، وراح تشوف واحد قاعد ما ديده هيجي، ليش ما اعرف الوصلتني ما ديده هيجي لا يتحرك ولا ابد، ويتمسحون بي ويطلع يتمسحون يطلعون صحيح. ف يعني هو قال لي، هو بنفسه قال لي، هو بنفسه قال لي، قال لي اني يعني من زمان لا طيش، بس هم لازقين هذا محمد رزقي اللي حطوا له جايبي له من مدام تيسو هنا أنا بلندن مسوي له قناع، وهذا يا اللي يجي وروح يبوس ويلطع ويطلع بوس النيلونه ويطلع. اي هم دي خابرون. هل لديك استفسار اخر؟ لان الاتصالات من الموالين، اتصالات الموالين كثيره. نشكركم لأن سمعنا صوت سماحتنا العلامة الشفية تاج راسنا علي السستبت الهنقاني. حفظك الرضا، حفظك الرضا، راح يوصلك علق، راح يوصلك علق. وشعره شعره هنا أنا شوف شوف أنا مسوي الشعر ماته، أجانا الشعر ماته بلوند كله أشقر، حتى لا حد يقول أبو عمر ما يداري. أحسن صالون حلاقة وديته. حياك أخوي حياك. فاللي يريد يلا. ألو مكتب السبقات عنداني تفضلوا. بان هذا شنو؟ ألو مكتب السبقات عنداني تفضلوا. ألو عيني بس المكتب يقول شوية نص الصوت لأن استفسار آخر. نص الصوت، نص الصوت ما التلفزيون لأن دي أذي إذان السيد. دي أذي إذان السيد بتشويش لأن هو جدا حساس، يعني هذه إيد المباركة، شوفوا هذه إيد المباركة حساسة جدا وجلدة حساس، فلهذا لازم تنصون الصوت. ما التلفزيون ما أعرف شنو ما أعرف أي شيء نصوه حتى نسمع صوتكم. تفضلي أختي تفضلي.
الو الو مو سيدة قل استفضلي. الو مدى اسمع يقطع. هل النت الذي تستخدمينه موالي او ناصبي؟ انه ناصي. ناصبي ام موالي؟ راح هذا الخط مالتهم ناصبي. انا احب اليوتيوب لان موالي وموالي الى مسيرتنا. هذا التيك توك اكبر ناصبي وغير موالي، ودائما يسوون قطوعات ويخلي الموالين بيجون ويتحولون على اليوتيوب. فالخط مفتوح سيدنا. لك عيني شون ايد تخبل، يقولوا لي انت من يجون يبوسون ايدك يقول لك ايدك رقيقة. تفضل هذا الايد اكو هيجي ايد رقيقة بار. يلا شوف شون يخبل بعده بقريزة. هذا من بعد ان شاء الله نسوي نوكله هلانا ندق عليه نسوي له شحم ولحم. الو مكتب السستاني حاطي لي صورة حسين كامل. لك بابا مات حسين كامل خرب دينكم. ماكو بابا لا تحطوا لي حسين كامل وشمال. هاي شلون شغله هسه تطلع حرير تريد تاخذ استفسار من سماحة المرجع الأعلى علي السبت تنقاني وتقول لماذا يا مولانا لا تقل لهذا الناصبي أن لا يشتمني. المهم يلا عيني يلا عيني. اي والله يا مبينة اي والله مبينة بالتحسن كامل وحق للحق. قول لا. المهم فهذه ملاعيبهم. وينه اي هذا من يونايتد كوندوم. الو مكتب السستاني معك تفضل. مساء الخير دكتور. مساء الخير حبيبي. أنا سيد هسه مو دكتور. دكتور الصبح بالليل سيد. أي مو مشكلة. أنا بس أريد أسألك والله يا أستاذ. أنا رحت من بريطانيا لفرنسا وفرنسا يعني بس هذا عندي سؤال. من بريطانيا لفرنسا وفرنسا لبلجيكا وهولندا وألمانيا بعدين على هنغاريا ومن هنغاريا على بلغاريا ورومانيا بلغاريا بعدين تركيا ولل زاخو. ما كان عندي مشكلة كل هذا البلدان كان ما عندي مشكلة وكنت غريب. وصلت للموصل فترة الموصل قال لا ممنوع رجعوني قال ما طلب الموصل وأني من الموصل. شنو الإجراء شو سوي؟ أنت ناصبي. أنت ناصبي ما طولك يعني. ما انت مو موالي. انت لو موالي دخلوك للموصل. هل تؤمن هل تؤمن بولاية السستاني؟ اذا اؤمن اذا ما اؤمن غصبا عني هم صايرين ابو الدولة وابو كل شيء. اي فاذا ما تؤمن بولاية السستاني فلا تدخل العراق. العراق ارض السستاني. شو تقول مولانا؟ قول لا لا مبينه. نعم صح كلامك. اي انت اذا مو موالي اذا كنت موالي لو سابهم من راسهم الاساسهم ما عندهم مشكله. مو جابوا البعثيه وجابوا اللي كانوا ويا صدام وجابوا فدائي صدام وكل القتله ولا ابد لانهم موالين. قالوا لهم اوكي انتم بوقتها كنتم مجبرين ولهذا مو مشكلة عفى الله عما سلف وطوهم مناصب وقعدوا بذاك الوقت لاقفين وبهذا الوقت لاقفين. قول لا مولانا. أنا من موصل. ها؟ أنا من موصل. أنا أريد أروح الموصل. خلي يبقى الدولة إله مو مشكلة بس أريد أروح أزير أهلي. 20 سنة ما مزيرة أهلي. أريد أروح أشوف موصل يومين ثلاثة وأرجع وأعطيهم. اللي وقفوك من هو؟ والله سيطر الجيش. كان هذا الجيش العراقي. اي الاكراد كانوا روح
اي الاكراد يخلوك تروح، لان الاكراد ما يسوون ما لهم شغله، بس انت من توصل مره ثانيه راح السيد هسه راح ينصحك. عزيزي المتصل، مره ثانيه من يروحين انت للموصل تاخذين علق في ايدك اليسرى وعلق في ايدك اليمنى، ولما السيطره توقفك تقول له يا امام الحسين اغثني. وشوف هسه شلون راح يدخلوك. والله مكتوبين كل سيطره مال الحشد صوره مهندس ما اعرف شنو هذا. اي اي هذا ابو 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 شو اسمه القندرشي، وهذا هذا الايراني شو اسمه هذا القتلو هناك بسويه. اي هذا قاسم بلبولي، قاسم بلبولي. صورته موجودين يمن سيطره الحشد، بس اني رجعوني الجيش، قالوا الحشد ما تقبل والجيش رجعوني قبل الحشد. ليش هو الجيش شنو؟ كلهم ميليشيات هي. بس العناوين ترى تختلف، احنا لا عندنا جيش ولا عندنا كل شيء، كلهم ميليشيات. هذا جيش، هذا مخابرات، وهذا ما اعرف شنو، بس هم كلهم ميليشيات. انا اشكرك جزيل الشكر، واقول لك مره ثانيه اتمنى ليش هم يجون هنا باوروبا، هم يضطرون بسياره الاوروبا، يقول هذا سياره اوروبيه ما تفوت، يعني سيارتي كانت، قال لا سيادتك ما تفوت بالاوراق، سيادتك كل شيء بيجي. قال هسه خليني افتش بالبدايه. اي افتش يعني قال لي ارجع. اي ما هذا اقول لك شافوك ناصبي. انت لو كاتب، لو شايل علم ما تلجحش المحشي وكاتب على السياره يا حسين، كان عادي راسا طلعت، كان راسا يقول لك تفضل. بس مره ثانيه اي والله هاي انا دا اقول لك، هو هذا الماشي بالعراق. قول صح. قول يا حسين ادخل، لو هسه ما اعرف وين تروح. ألف 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 مع السلامة. نأخذ اللي اتصال. ألو مكتب السستاني تفضلوا. إذا تسيب سيب شرعي. أنت على الهوى احكي عيني. يا معود احكي دخيل الرضا ماكو. سيد اللي ما شو اسمه ما يجاوب شو نسوي له؟ مكتب السستاني تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله شنو هذه الاطلاله الجميله السيد، فوجئتنا بهذا الجمال ما شاء الله. اني السيد عزمته يمي حتى نوخر كلام الكذب مالت النواصب من يقولون السيد ما موجود. هاك تفضل بشحمه ولحمه جايبه. طبعا اي والله راح طارت جبهتي انا صراحه، كنت يعني ما توقعت انه اليوم راح يحضر السيد. لا لا انا جبته لان قلت لك اني ما شو اسمه ما اخلي الموالين في القناه يتحصرون على شيء. لو هسه شو تريدون اجيب لكم اجيب لكم. السيد جبت لكم اياه. يا شيخ ما اعرف شو اقول، بس انا عندي السؤال يعني دامك انك جبته لنا اليوم، بس بغيت اسال هذا السؤال. يعني طبعا هو دام موجود اتمنى انه يجاوبني على هذا السؤال. انت ما تسالني، اني وسيط بيني، لان اني يعني هو ما يحكي. لا يعني من الولد لليوم ما يحكي. اي اساله هو. اي اي وانا جاوب اقول له اجاوب. اي اي هو هذا سيدنا. أي. اكو مثل مشهور يعني بالحوزه مالتكم. أي. يقول اذا حفظت كتاب الكافي. إذا حفظت كتاب الكافي لك حق تأخذ الزينبية وتعمل وضعية الوقافي. قل لنا شنو معنى هذا المثل علشان نعرف، لأن هذا مثل مشهور بالحوزة. نعم افتهمت السؤال. أي هذا السؤال سيدنا مولانا. أي بسم الرزاء. عزيزي المتصل، إن كتاب الكافي كل شيء فيه وقافي، تاخذ اي شيء تزربه وقافي فهو حلال. انا ما لي شغله بعد حلل لك شي تريد. انا ما لي حلال، انا ما لي شغله، ما لي شغله. انا كل شيء حلال بعد. كل شيء حلال يا اخي. حلل العرق برمضان بعد شي تريد. اجل منى فناجي ما قصر لما يعمل بني السؤال، فبعد هاي حلال عليهم. لا ما هو كل شيء حلال عندهم. ليش؟ لان
يقول لك سوي كل شيء بس من الزور كل شيء ينمسح. ما تشوف الحرامية بالعراق يبوقون وينهبون وتلقيهم بالزيارة خطية لابسين أسود ويلطمون، فهذا كل السيد يقول حلال ويدفعوا للخمس انتهى الموضوع. اوف اوف عجل هاي، انا راح اعطي الخمس ما دام هالوضعيه حلال. خلاص انا راح اعطي الخمس وراح انضم بصف الموالي. خلاص وضعيه النواصب ما عجبه سيد. شوف هذا ناصبي جبناه الى طريق الحق والموالات، فانت ايش تأمر نسوي وياه هسه؟ راح حزرتي متصل، لقد ربحتي باثنين من المواليات تاخذهن معك، ولكن بعقد شرعي لمدة 24 ساعة. اضرب. شلون هدية؟ شلون هدية؟ شلون هدية؟ يلا قول 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 ابو عمر والسيد ما يداروكم. عم ابو عمر انت مداري لما الصدق عمي من زمان انتظرت هاي اللحظة. ألف رحمة على والديك. خلاص بعد ألف رحمة على والديك. أنا خلاص والديك أخوي طبعا سيدنا. ها هذا السيد اللي قاعد على سيدنا. ايه هاي بعد أنا انضميت وراح أقلدك وهاي خلاص أنت وصير بدول الصيد والمكاكة هاي يعني موافق؟ موافق. وانت أنت تقلد الطاك اثنين هسه مط على الليلة. أنت عندك اثنين هسه على رقم تليفونك، هسه تفتح مسج راح يطلعوا لك اثنين، لان احنا كل شيء هنا بالتكس مسج. هنا السيد راح اكون عادل بيناتنا، راح اكون عادل بيناتنا، كل وحده انطيها 12 ساعه ما اطول بيهن. بارك الله بي. قل احكي ويا سيد يقول لك حفظك الرضا. خلاص الله. بس اكو مساله تحير يعني خاف هو ما يعرفها ما اريد اضمها عليه. ايه المشكله يعني المشكله انا عباسي يعني من صلب هذول اللي طشروا المهدي مالتهم يعني عادي يعني لو ما من عندي. انا ما اقدر افتي لان العلم عنده فخلي اساله. سيدنا هذا يقول هذا عباسي يعني اللي نكحكم وليفكم فرنسي فوق وجوا يقول حلال. يقول لك ما دمت اصبحت موالي وأخذت سنينا من اللتامات إلى بيتك فأنت موالي وسوف تدفع الخمس حتى لو كنت إسرائيليا فأنت مرحب في ولايتنا. يا أضرب بعد ما طول سويت موالي وتدفع خمس. زين وضعية جوالات اثنين عندنا أبو عمر يعني راح استعمل الاثنين مو حاجه اظل اقسم اوقات بيناتهم. اي انت شو اسمه بس اقول لك تصير حلوه اذا تحطهم اثنينهم بغرفه تسوون ثري سم ماكو جد حلو يصير يخبل ودعتك. انا اعرف السؤال اي اعرف طبق يسمونه شغلات الحسينيه كلها اعرفها يعني. ها التيك توك طبعا اشكرك ابو عمر على هذه الهديه. لا ما اسالك اياها طول ما انا عايش. مولانا مولانا عاني بالنسبه لي خادم لكل الموالين يعني انتو تأمروني امر ما طول اني دا اجيب دا اجيبكم للولاية خلاص. اي اي انا اجيبكم للولاية خلاص ما طول تأمنون بولاية السبتة تنقاني دباع حتى نجوى فؤاد ما عدا يشي رجلين. تفضل شوف هاك مش عبالك لعب انا قابل اشذب عليكم اغشكم اغشكم خو ما اغشكم سيدنا طلعت حلو ما نعرفك احنا مشكلة ما شايف فينك ايش هالجمال الشايلة وين ضام علينا ما دا اقول لك خاتل بالنجف يمه. انا اجيب لكم انا اجيب لكم كل شيء بترابة ما اضحك عليكم قبل ايش اسمه نغشكم. انتم متابعين اخويا تأمر بإيدك والله صادق معانا صادق معانا لأخو عمر بكل شيء ما شاء الله. تأمر بشي هاي اثنين دزينا لك وراح ساعة بيش بعد عليهم بعد ما اريد شيء بس 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 سهرتي معاها. مولان مولانا الأمانة حلوة ساعة تسعة وكم دقيقة حتى لا تخجلنا ويا السيد ما طول قال لك 24 ساعة يعني ساعة تسعة وكم دقيقة باكر تسلمهم من تخرب ويا السيد يقوم يدز لك ولد ما اعرف بعد. اوف اوف اي لا 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 اي قرف عجل هاي راح على الموعد ان شاء الله ودز لي اياها. بارك الله بك حفرك الرضا.
خلاص الله يسعدك الله يسعدك يلا حيا يلا شو تريد بقى السيد؟ شوف السيد يقول من يدز هدية زين للتمتع أو للكذا فترجعون بنفس الوقت بدون تأخير وإلا يدز لكم ولد ما لي شغلة أنا بعد. ألو مكتب السستاني تفضل. السلام عليكم. عليكم لطيف الحسين. عليكم السلام ورحمة الرضا. شلونك سيدنا؟ الحمد لله مولانا تحفظك أم مقتدى. سيدنا سؤال للسيد طبعا. أي نعم. ما حكم الذهاب إلى أوروبا وتعرف أنه أكو حديث يقول ليس من أمتي من اهتمام بظهور المشركين؟ نعم. أي بس أهم شيء يدفع خمس، فشنو رأي السيد يعني؟ هسه أنا أسأله يعني سيدنا سمعت السؤال مالت الأخ هنا أنا لازم يقول شن الحكم تروح لأوروبا وهذه. عزيزي المتصل أنت من تذهب إلى أوروبا لا تنسى أن تأخذ لطامتك معك. نعم نعم. فإذا ذهبت بدون لطامة فأخذ من 2 من جراوي الحوزة لكي تتبارك. اضرب حجي هذا ما يدور اسمه هذا رجال يعني يدور شقلبان وهالشغلات بس مو مال الولد هاي الولد جماعة مقتدى هذا من جماعتنا احنا موالين زين فأنت إذا ذهبت إلى أوروبا خذ معاك زينبيتك فلا تتركها خلاص اطاك الفتوى السيد هنا فسوته ما تصير 2 ما يتراجع يعني شوف اليوم عبانا هاي القوطية كلها شوفها قوطية تخبل فسو بعدها بباكيته إيه لا السيد يفسي بدون أي مجاملة وما يستحي وما يخجل يعني يعطيك إياها بالوجه ولا يستحي وردة يعني إن شاء الله يعني السنة الجاية ذهبا إلى أوروبا خلاص يعني حلال ندفع الخمس يعني أدفع الخمس حتى لو تروح لإسرائيل مو مشكلة يحلل لك إياه طلع لك فسوة ويسوي لك حلال ماكو مشكلة إيه ندفع الخمس تحويل يعني اي انت بس ادفع الخمس اي لا السيد ما يستعمل باي بال ما يعرف الباي بال يقول دائما هو انا اخذت الفتاوى من عنده يقول في كتاب الكافي كل شيء فيه كاش فهو من المحببات فتعطيه كاش وخلص يعطيك فسوة هاي بعلبة يعطيك إياها بعلبة مثل هاي وحتى بيها كركوشة شوف ايش قد حلوة زين وخلص تاخذ الفسوة وياك تطلع لإسرائيل أوروبا خلص ما لي شغلة اعطاك الفتوى روح اشلع يعني ما لي شغلة انا انقل ما لي شغلة لا خلص حياك الله حياك الله حياك الله مولانا أرد أسألك أنت عايش ويا ياسر هل الأرنب من الحشرات يقول من الحشرات أنا ما لي شغلة يعني الجماعة ما كانوا يكذبون قال لي ألو مكتب السستاني تفضل ألو مكتب السستاني ألو ماكو لا وحق الحسن العسكري اللي كان فرار بوقت العباسيين أم هذا الأمويين أنا ما شايف واحد عسكري وفرار شلون شغله والله مصيب أنا قلت لكم مال سياسة ونحكي بالسياسة بعد ما يفيد 30 سنة لو سياسة
وسكر وضغط. ايش حصلت؟ الو مكتب السستاني تفضل. هاي شلون شغله؟ ماك ما في جواب. هذول اتصور نواصب وهذا التليفون موالي. الو مكتب السستاني تفضل. هاي شلون شغله؟ خلينا ناخذ. الو مكتب السستاني تفضل. الو شلونك استاذ لطيف؟ حبيبي انا مو استاذ لطيف، انا انا هسه حسيني سستاني. العفو نسيت، مو انا على عذر خابرتك ذيك المره بس هسه انصدمت من الصوره هاي. عذر يا سستاني مو انت؟ لا انا الوكيل مال السستاني قاعد يمي، لا يحكي ولا ابد ولا يطلع شيء من عنده. بس يعبي فسو بهاي القوطية واحنا نبيعها للموالين يسوي فساوي. بالنسبة ان جماعة مثلا هسه واحد يدفع باي كريدت كارت يعني بالكارت، اكو ماشين هاي اللي تدفع؟ لا احنا سوينا ان انا بالمقر مالتنا راح نسوي بنك ماشين وراح نسوي بنك اصلا، لان اي تي ام هو اي تي ام وما ماكو اي مشكلة. ماكو اي مشكله. تدري عفوا ممثل السستان، ممثل السستان مو دكتور لطيف يعني. اي انا هسه اسمي لطيف الامام لطيف الحسين السستاني. زين هذول بالنسبه جماعه المهيب الركن ابو هاشم، اي دول شنو قصتهم؟ موحد يعني دول مسوي لهم موحد يعني في الشيء؟ لا اشوف يعني ابو هاشم اللي ما عنده اصلا هاشم زين. هذول ادري هو كله يضرب خلب وداعته كله خلب يعني. حتى ام هاشم طلعت لها لحيه وشواره ولبست عمامه وصار السيد من وراه، كله خلب كل شيء ماكو. فاني دائما من اشوف السيد مقرده اكو اغنيه انا يعني كلش احبها، اقول له دائما اسمع هذه الاغنيه برخصتك سيد. اي والله يعني هو يضرب خلب وزمانه خرابه، وحتى يقولوا يصحوا لابو هاشم وهو لا هاشم عنده ولا عنده شيء، كل شيء ماكو، كله خلب، حياته كلها قضيه خلب. هو تدري يعني فد قضيه سواها مره بعد انتبهنا عليها ضحكنا كنا له. فد واحد مره اشتكى يمي اي ولا اهتم له. طلعت هاي الموديلز شو يسموها والله نسيتها، تبوني ما اعرف شو اسمها. تبوني انا سويت حلقه عليها من راحت اشتكت يمنا. انا سويت حلقه عليها قلت هذول اخوة تبوني. ايوه بالضبط اخوة، والله صدق اخوة تبوني. كانت وجهها بس على الكاميرا كانت تقول له اسمع سيد مقتدى هيك يعني ترى جماعتك فلان غلط علي. ثاني يوم ماكو طرده من والله قلت هاي زين هاي يعني هاي. انا المشكلة ما عندي رقم تليفون، انا اكو مرات الجماعة يضوجون لاخر تليفون كانت بس اقول يابا بس سكتين هذولي. احنا المفروض هاي نستعين بها بس للاسف الحكومة ما يعني لا أنا علاقة. انا سويت مرة حلقة على كل خوات مقتدى. هاي يسموها التيسير العراقية. هاي التيسير العراقية يعني أنا مثلا إذا تقول مثلا عازب أو كذا، أنا ما أدري يعني الذوق الأرجنتيني اللي بالعراق هسه اللي يخيل مثلا على تيسير العراقية. يعني أنا إذا هسه ما بقت نسوان بالعالم كله يعني إلا إذا حاكم علي بالإعدام يلا أشوف واحدة مثل تيسير. اقول لك لعد اذا هذا متعجبين التيسير هاي لعد لو يشوفون هذن الملكات جمال بريطانيا هاي الممثلة الامريكية جميلة لعد شو يقولون عليه. لا هو اقول لك هو هذا مستواهم يعني هذا مستواهم اللي هم يدورون ولد وهالشغلات هو شي همه. هو المهم يعني مرة واحد يقول له شنو هاي الأميرة ديانا شنو الجمال بها؟ قلت له يا شنو الجمال بها يعني
انت ما تقيس الا يعني بس على الضعف والسمن يعني. ما هو المصيبه يعني هو يريد فد شيء مربره بيلعب ماكو دوشك وخلاص وهاي عندك تيسير كله لحم يعني من واحد ينام وياها يعني من تنزع ابو هاشم نفس الديكور مال تيسير. اي والله نفس الديكور. اي صح. لا هو انت شوف واحد يعني مره جاي قال له اخويا العزيز غلط علي. قلت له شنو يعني ما بتعلمين هاي الكلمه؟ راح ايش يقول لي؟ قال عم انت يا اخويا العزيز يا حبيبي هذول يرزل فيهم 24 ساعه مو يقول لهم جهله يضحكون. اي عادي واحد مره كان اي والله يقول لهم جهله وهم شو يسوون؟ شو يصيحون؟ اللهم صل على محمد ولعن عدو. اي والله انا شفت هذه ايش وقت والله البارحه كان مسوي خبطه الجمعه. انا اسميها خبطه الجمعه. خبطه الجمعه لا جاب طاري شلون ضربوا بألف قنطرة حشاك وحش السامع ولا جاب طاري السياسة أو دا يلعب مثل أبو القشمر بابا نويل اللي خلفه لو ذابها بالحمار ذيش الليلة ولا جاب إنه هل طلي ابن الطلي زين طلع عده يصير مناضل مثل أبوه. ها احنا صلاة الجمعة لا تنسوها. قول لا حبيبي طبعا قاعد يقرأ والله كلمتين بدون ورقة ما يعرف يقرأ ولا يعرف كله. هو ما يقول لا يعني صعب عليه. يعني هو خرع حشاك باللغه العربيه. اكو واحد يقول انا ليش اضحك لا اكو واحد يقول لا. اي هم جماعته يقولون هاي يعني شنو الشفقه طبعا. شنو اخويا العزيز يقول شنو اخويا قلت له شو اقول لك لا وبعدين شو يقول يعني شوف عذرا يعني عفوا هاي الكلمه عذرا للسامعين. لا ماكو عذرا احنا قاعدين ويا السيد كل شيء محلل. اي لا هو يعني عذرا صار يعني واحد يقول لو ينقص فوق راسه مقتل صدق كيف. قلت له خوش بالعافيه عليك. اي انا سمعت حتى قطعت الحديد والله. انا سمعتها بفيديو والله العظيم. اي لا صحيح والله العلي العظيم يعني سعد مبارك عيش مجتمعنا واصل مرحلة يا ستار يا رب. لا ماكو انا شوف انا فكرت قلت انا صار لي 30 سنة بالغربة زين سويت ماجستير ودكتورة وتجارة وهذه كلها ما فادتني. ليش؟ هسه شغل الماشي عمامة سبحة ومحابس وجبت للسبتة تنقاني. تعرف هذا مشروع السبتة تنقاني بربح اكثر من نفط العراق. اي صح والله صحيح. يعني التايمز البريطانيه هنا من اقوى صحف بريطانيا سوت تحري هذا منعول المشعول الوالدين اللي قاعد بصفي اكثر من 300 مليون دولار يوصله خمس من حول العالم شهريا. هل صنم ابن الصنم 300 مليون صحيح. هو مو سوشة سوشة المطاية تمشي وراه محشوم والله يا با حتى المطي محشوم. المطي هم تقول له فوت يسرى يفوت يمنى. هو انت يعني هو هذا المستوى الواصل اللي يقول له لو ما ادري شني على راسي انا والله حتى انا ضحكت قلت شنها. بالمناسبة باسم الكهربائي يسلم عليكم باسبانيا محتاجين شي منه الله عليكم قولوا له ترى الرجال ما يقصر وياكم. انت شفت اكو هذا فيديو اسمه هذا الطلي ابن الطلي. ده اسمع ده يبكي على ابو هاشم. يا ابو يا ابو فاضل يلا تفضل. الله يطيع حظك وحظ شيباتك وحظ ابو مقتدى على ابو جاب علي. الله يطيع حظك شو امريكا ليل نهار على قولة ابو نعال رضي الله عنه. شو مصيبه مال الكعبه اخذ هيك الشعب زين. اي والله قاعد هذا يعني انت لو شو اسمه تشوف اخ يا ابو مكتب السستاني تفضل.
مكتب السستاني تفضل. حياك الله، كل عام وانت بخير يا عم سعيد. وانت بألف خير، رمضان كريم. الله يحفظك، عظم الله أجرك. اي والله انا بكل شيء لازم نسوي هيك. السؤال اي مو السؤال مو إلي، للسيد، انا مستضيف السيد اليوم. انا بس انقل. لا لابد انه عندك معمم او مرجع، ربما عندك نقطه ايجابيه عليه بشرفك. اعطيني واحد. على منو؟ اي معمم بالعراق. نقطة واحدة؟ نقطة واحدة. ما طولي بش على الحسين، احنا نمشي ورا. منو لعد؟ ما عندك ولا واحد؟ انا ما عندي شيء اسمه معمم، لا شيخ لا سيد لا ما اني الخط الاحمر الوحيد اللي عندي وتاج الراس الوحيد اللي عندي هو العراق. ما عندي بس هذا تاج راسي وهذا الخط الاحمر مالتي. زين الحل شنو انت من نظرك؟ الحل انا قلتها، تتذكر اقول لك انا ليش قلبت هسه قلبت هذا القناه تحشيش؟ صار لي 30 سنه احكي، بزمان صدام حكيت لحد ما بزعت، وبهذا الزمن حكيت لحد ما بزعت. زين الصوت لا بصدام ولا بحشاك هذا المطل سفته تنقاني القاعد يمي، الصوت بالشعب. شعب يا اخي، شعب يصنع الطغاة. اسمعوا يا عالم، اذا شعب شو تريد تسوي له؟ زين احنا يرادلنا شو نسوي؟ نتفق ويا اخونا هذا ابو نورث كوريا، ابو كوريا الشماليه، نحلفه بالعباس، فتصير صواريخ نوويه وبيولوجيه وكيميائيه وينتف هذا البلد كله، ونجيب عمي نجيب من سنغافورة من اليابان سقابل العراق من رب العالمين نازل. زين وسوي بلد هذا لنجيب يابانيين. زين هذول الآسيويين يشتغلوا لك ويبنوا لك بلد، لا يقول لك الطين زيادة ولا أبد. الدولة جماعتنا اللي بالعراق لو تملك السماء والأرض ما يشبع، تملك السماء والأرض مكلب بالسيد، تملك السماء والأرض لا تحكي على أبو هاشم، هذا تاج راس، هذاك ما أعرف شنو. فالعيب بالشعب أخويا، خلي تاج راسك العراق وخلي الخط الأحمر العراق، بهذه الطريقة نبني وطن. بس مو تجيب لي سبتة تنقاني. زين اللي الرسول بعظمته اللي هم يقولون احنا أولاد الرسول، كان يطلع يقعد مع الناس كان يشتغل، أنت جيب لي معمم بسنته وشيعته، جيب لي واحد من دول اللي يسمون نفسهم رجال الدين يشتغل، ولا واحد يشتغل، بس قاعدين بأرقى القصور أحلى سيارات وبنوكهم متروسة. ليش؟ لأن أما يصيرون دعاة السلاطين، أما يصيرون بهالكلاوات اللي غسلوا عقول العالم باسم الحسين، عم الحسين وآل البيت تراب قندرتهم على راسنا وراس الخلفونة، ناس لهم تبجيلهم، لهم قيمتهم، تأمن بيهم ما تأمن بيهم، ناس راحوا ويا التاريخ، صح لو لا؟ وصلوا رسالتهم. انت تقولون احنا اولاد الحسين، عمي صيروا مثل تراب رجل الحسين، وصلوا رسالته بكرمه باخلاقه بدينه، ولا انا غلطان؟ أشناهبين البلد، سارقين البلد باسم الحسين، والله لو يطلع الحسين ليفهم ويا فورد بالفرنسي. نعم، زين سؤال فضل. أكو كم رجل دين مثلا، يعني هو صح رجل دين وسيد ولابس أمامه، أي بس أنت تشوفه يعني معارض، يعني هواي أفكار للمراجع، عندك مثلا كمال الحيدري، هواي يعني أمثاله، شنو رأيك بهم صراحة؟ والله يا أخويا ما طوله اسمه رجل دين. شوف الدين بالنسبة لي أنا، اللي شوف أنا هم كنت أصلي وكنت كذا ومتزمت ها؟ لا لا طلعت تقاعد
زين. وثاني شيء ما في يعني. انا قلت له للسيد يصير اصلي، قال لي خذ راحتك ابو عمر انت بكيفك. فالمهم من طلعت يعني شو وقت هسه احنا 5 بالشهر، يوم 7/11 يعني بعد يومين يصير 32 سنة انا عايش برا. قعدت خليت كل شيء على صفحة، يعني التزمت الطنقر خاصة كردياني الطنقرة ماتي، خليت العواطف على صفحة، اشتريت كتب شيعة وسنة ومسيح ويهود. أنا أحب القراية بس مو أقرأ كصحيفة وأطلع، لا أتعمق وأعرف شو كل مكتوب. قمت شوية شوية عقلي ينضج، أحكي لك إياه بصراحة، قمت أشوف الصح والغلط. الله اللي خلقنا سبحانه وتعالى أرسل أنبياء رسل، سيدنا المسيح، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنبياء قبل آدم وحواء، كلهم نزلهم. ليش؟ لأن نزلهم على أوادم مو خوش أوادم حتى يهدوهم للطريق الصحيح. زين احنا كمسلمين ليش أنا أحتاج لي وسيط بيني وبين رب العالمين؟ هو الله سبحانه وتعالى يقول ادعيني يا عبدي وأنا استجيب. ليش أروح على فلان؟ ليش أروح على سيد؟ ليش أروح على شيخ؟ صح ولا لا؟ زين شنو هو دستور الإسلام؟ مو القرآن الكريم؟ صح. زين القرآن الكريم تقرأ كل سؤال بجواب، بس من تروح للمتدين راح يفسر لك يا على مزاجه، على مزاج الدولة اللي عايش بيها أو على مزاج السلطان اللي أمره، يفسر الآيات على كيفه. صحح لي إذا أنا غلطان. نعم. فأنت شوف الله ويانا هسه، الله أنت يمك، أنت وين ما هسه موجود، الله موجود في هذا المكتب، الله موجود في كل مكان. بكل نظافة قلب من تدعي ربك بالغفران أو بتسهيل أمورك ترى يسمعك، ترى لا يحتاج إمام تروح الزورة ولا سبتة تنقاني ولا شيخ جامع ولا أبد. أنا ما السنة وشيعة اثنين، أنا ما شوف أنا مدى أفرق على طائفة، أقسم برب العالمين مالي شعرة مجد شعرة. أني تعرف شنو أني مقهور والله على شبابنا، هذا الشباب الحلو شلون جهلوا، شلون وصلوا لغاياتهم، وهم اللي كانوا يردون يوصلوا له تشويه سمعة الدين وتجهيل المجتمع، فهذا وصلوا له. احنا شلون نسقط القدسية مال هذا اللي سووه؟ تجيب واحد مثل هذا الطنطل اليمي قاعد هسه، زين هذا اللي هم مآمنين بيه ويخافون، لا تحكي عليه هذا بالرسول الله، هذا لا، هياته قاعد يمي دي يشرب سيجار ومتونس، وفد شوية ناخذ له اثنين هو قال لي اريد اثنين بريطانيات، قلت له بطن عيني هسه راح الجماعة يجيبوا اثنين بريطانيات، ولو هو ما مطهر ان شاء الله هم مطهره وندزه قبل ما يروح. زين وندزه. فيا اخويا هذول الشيء المقدس اولا الله سبحانه وتعالى، وثاني شيء العراق هو الخط الاحمر، غير شيء ما عندي. شكرا استاذ. الله يسلمك هلا بك. يعني هسه اذا تشوفوه هذا حتى بلبول ما باقي بي، بس يريد انجليزيات. زين يعني نجيب لك انجليزيات، تريد يريد انجليزيات، يقول شبعنا ما شو اسمه مكتب السستاني، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك استاذ؟ الله يسلمك. انا مو استاذ اخوي، انا اليوم الوكيل مات المرجع. لا اولا انا اخوك ان شاء الله من ديالة المحتلة. الله يا اهل ديالة، الله يساعدكم ويساعد قلوبكم. انا والله احكي لك يعني ذولا الروافض النكسين فعلوا ما فعلوا. لا لا شوف ما نريد نعمم، شلون ما عندنا ناس لا ما نريد نعمم، من تقول روافض هذا راح الناس تاخذه بانه كل الشيعة،
احنا ما يصير نعمم. ايوه هذا صحيح. لا ابويا انت ما يصير. شوف ترى هواي اكو شيء على ناس طيبين خوش اوادم مراضين على الوضعيه هذه. لا 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 ما اسمح لك تتكلم على اهلنا الشيعة. اكو ناس ساقطين بيهم اللي حاكمين بالعراق، بس اكو ناس اهلنا نسابتنا عايشين معاهم متربين معاهم. نظريتك بس انا بنظريتي يعني لشوف اللي يصير عكس هذا الشيء. لا تعرف ليش؟ انا ما انسى اخويا الشيعي اللي انا انجرحت بالعماره وشاني على على كتفه قال لي سيدي ما عوفك. انا ما انسى ام عمر اللي خلفت لي اول ابن عمر. زين انا ما انسى رجل اختي اللي لحد ما ماتت الى رحمه الله معاملها معامله الملكه بالبيت. فمو كل انسان يغلط احنا نحطه بسله واحده ونقول لا كل السنه مو زينين، كل الشيعة مو زينين، كل ما ادري منهم ما يصير. هذا يصير عقل ضيق، هذا يصير اصلا انهيار بالعقل من من تجمع. قل لي فلان لا اسمح لي ابويا 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 هم سوا هم يعني سوا هاي الطائفيه وانه حطوا المئات من السنه حتى يكونون كبش فداء يعني هم ابويا سوا. ابويا ابويا لا تنسى لا تنسى هذول اصلا ما محسوبين على الشيعة. صدقني انا اعرفهم ترى لا تم... انا انا تعرفني ترى لا ابويا ابويا انا ترى انا قاعد في انا قاعد في بريطانيا هنا انا ترى لا يهمني لا شيعة ولا سنه ولا ميليشيات وانا على الوالدي حشاك اللي يوصلني. بس دا اقول لك اتفضل بس اسمح لي مرخصتك انا اريد احكي يعني اتفضل. انت بلندن مو حاليا؟ لا انا خارج لندن. اي اسالك بالله هذا ياسر الحب الخبيث مو الحبيب وامي او حمير القريشي هذول من يسبون امهات المؤمنين؟ من اللي امهات المؤمنين؟ من اللي اهل السنه في العراق يعني؟ انت انت ليه اقف اقف انا ارد عليك ارد عليك ارد يعني خليني ارد عليك خليني ارد عليك حتى ناخذ نقطه نقطه. هل انت تلوم ياسر الخبيث والقريشي؟ انت تلوم السفله اللي خلوهم هنا؟ ايش قد عندنا من جماعه السمنه والمجاعه هنا عراقيين سياسيين السنه؟ لا 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 لا, لا. يعني احنا ضد السنه ادعوا انهم اس... السعوف اوف السنه والجماعه لا لا. اوف شكلوا الصحوات لا. هم جابوا ابويا ابويا انت سالتني يعني انت انت سالتني على اللي بلندن انا ما لي شغله بسياسيين العراق. انت سالتني على هنا تعرف هنا مئات الالاف اذا مو ملايين عراقيين ده نتكلم على السنة عراقيين مغاربة جزائريين تونسيين مصريين لبناني أشكال ألوان صوماليين ما تعرفهم مين موريتانيا كلهم سنة. شوف هذه عيني بإجوال رود كنت فايت هذول أهل الدشاديش الكسار شافوا ياسر الحبيب ويا ثلاثة حماية صافحوه وسلموا عليه. فالعتب مو عليه العتب والله العتب على اللي خليه هنا اللي قاعد يبيعون فانتزا واحنا مسلمين ودعتك كلها خايفه على الباون اما من المساعدات الدوله او من الشغل يقول لك اخاف انفصل من شغلي وكذا ويسفروني. انا وقفت بوجه الشرطه ونعلت والديهم لان عندي حق زين ونشرته وما خاف. شوف الانجليز الانجليز بتعليقاتهم اخذوا طرفي انا وانا الاجنبي. الانجليز اللي انا اكرههم زين مو كلهم طبعا اخذوا بالتعليقات طرفي قالوا دول عنصريين واشتكي عليهم. والعرب المسلمين سبوني وقالوا لي اطلع ما عجبتك بريطانيا طبك مرض روح لبلدك. شوف هذول العرب. واخر تعليق اجاني قبل ما اسوي البث واحد يقول لي انت من جماعة عدي انت قاتل واحد وانا كنت شاهد لقتلك هذا. فكاتب في عام 92 انت اختاليت واحد صاعد سوبر 1995. انا اختاليت واحد عام 92 بس صاعد سوبر 1995 يعني السيارة طالعة قبل ما ينكتل ده تفتهم؟ زين واني كنت الشاهد. بعدين جت
اجى ضابط من جهازه من الخاص انت قلت فلت من عندي. وبعدين ايش كاتب بالنهايه؟ بالنهايه انت سامع مسيحي اسمه محمد؟ أني؟ لا اي سامع مسيحي اسمه محمد؟ لا لا ما سامع. زين فهو ايش كاتب؟ حتى لا تقول علي اني شيعي، اني اني مسيحي و شو اسمه، حتى لا تحكي عليه. يعني انا اختاليت واحد بال92 صاعد سياره موديل 95، والله زين قبل ثلاث سنوات الموديلات كانت توصلنا بالعراق. قول له فهذه الكلاوات مال الاسلام واحنا مسلمين وحق الله ياسر الخبيث والقريشي يستاهلون اللي هم دا يسوون ملايين براس الزواج مثل الجماعة اللي موجود عندنا بالنجف وكربلة، نفس الشيء نفس الشيء. زين فجماعتنا الصوج بيهم، فلا تقول لي شيء أو لا تقول لي سنة، الطرفين حشاك بيهم سرسرية. أما الناس الحقيقيين إن كانوا شيء أو سنة ترى مظلومين. نعم الحل الوحيد استاذ انه الاقليم السني عاد هذا ما يصير. جاء تنظيم الدولة قالوا علي مخوش انه بحجة يدافع عن السنة شكله والصحوات. زين اقليم سني، اقليم سني من راح يحكمك؟ حلبوسي وبلبوسي؟ لا 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 تقول لي لا. لا شوف انا دا اقول لك راح تصير حرب اهلية، حرب اهلية بين استاذ ذول خوانة أهل السنة، ذول مو أهل السنة، علي حاتم ولا غيرهم ولا الحلبوسي. لا شنو راح يصير؟ ذول السنة قاتلوا المسلمين. يعني يعني الجو يحررهم. من تتصور ذول اللي استلموها هسه أصحاب المليارات راح يخلوا لك إياها إلك لو ولا إلية، ولا يجيبون واحد نظيف يحكم؟ أخويا ما تصير استاذ، بس أنا أقول لك إذا الحل الوحيد للعراق شلون ما أمريكا بتعاون إيران الصفوية وشيعة العراق وطبوا واحتلوا العراق إلا تيجي قوة أو نفسها أمريكا اللي هم السنة يسوون تحالف بعيدا عن نقول الإسلام حتى بس مصحلة حتى وبعدين يجون إلا هيجي يلا يرجع العراق لأن بعد ماكو. وبالمناسبة أستاذ يعني ديالة يعني من المحافظات يعني منسية، تعرف شنو منسية يعني؟ طبعا إذا جماعة هذه العامر مستلميها جماعة هذه العالم عامل تعلمني بيهم العصايس وغدر وبدر الله لا يوفق يعني الله لا يرحمهم ويرحم أي واحد يرحمهم. والله يعني استاذ أنا أحكي لك إحنا بس ممكن تأخذ تأخذ نصيحة نصيحة من أخوك أبوك إذا أنت أصغر من عندي للمستقبل للمستقبل نصيحة من أخوك لا تخبط الناس سوا على موت كم واحد سافر حشاك. لا تقول الشيعة زينين ولا تقول السنة زينين. شوف احنا ولد العراق بكل اديانها واطيافها احنا كنا مظلومين. شوف 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 لا تقول لي حقدم على اهل السنة، الشيعة حقدم على اهل السنة. لا لا شوف اقطع التليفون، شوف اقطع الاتصال وياك اذا تعم وتقول الشيعة لان عيب عيب. وفد يوم من الايام انا احكي لك الصراحه وحق براحتك يعني بس انا يعني اي بس بس على غلط. بس شوف يعني انا دا اقول لك اعطيتك كم مثل. ام ابني البكر شيعيه، رجل اختي لحد ما ماتت عاملها كملكه. زين مدير هذه القناه اللي هسه يقدر يطفيها شيعي لا عمره غدر بي، صديقي من ايام الابتدائيه لحد ما وصل تركيا. فما يصير التعميم. يعني هل الاعتداء علي هنا هذا العنصري اقول هيك من اخذ كل بريطانيا؟ ما يصير. زين يعني ليش ما يعتدون على العدي ياسر الخبيث؟ ليش لان شوف لان دولة بفلوسهم بمخابراتهم اتصالاتهم بالمخابرات وجبن اللي يسمون نفسهم مسلمين ياسر الخبيث والقريشي يعيشون ويتمشون بطولهم وجناسي بريطانية عندهم مؤسس دينهم عبد الله بن سبأ اليهودي ومؤسسهم يهودي. أني مالي شغلة من أسسهم، أني أحاسب الشخص على تصرفه وياي، لا يهمني دينه ولا مذهبه ولا لي شغلة بيه.
بعدين اذا تجي السبب يعني غضب الله، لان الناس تركوا الدين، احنا الولاء للدين اكثر من الولاء للوطن او الارض، يعني هاي غضب الله على صار كله من وراء هاي السالفه. يا اخي انا دا اقول لك كل شخص له حق بيختار. انا هسه مالي شغله لا بدين ولا لي شغله بهذه، بس احترم اي شخص مقابلي. اسمح لي اسمح لي، انا احترم. بس اقطع كلامك بخير حتى اخليك تكمل كلام. انا بالنسبه لي هم يعني الله ان شاء الله يسهل لي انه اطلع. نعم. يعني بالعراق اقدم لجوء، لان ما اقدر بعد ما اتحمل، لان يعني لا العراق انتهى. انا نصحت العراقيين قبل سنه، قلت لهم اللي عنده شم فلس خليه يقلب. سؤال. نعم. بلا زحمه اسالك سؤال. تفضل. عندك فكره على هذا الموضوع يعني لجوء مو البريطاني مثل امريكا الكندي، يعني شلون عندك لجوء؟ يعني انصحك نصيحه الوجه الله، لا توصل اوروبا. اي والله انا ترى ما اعرف. لا توصل الاوروبا. وعندي مرخصتك انا احكي لك 2014 من طبوا الميليشيات دياله. نعم. صاد عندي حاله نفسيه الله يشهد، غير احكي لك يعني عمي همين الحمد حاله نفسيه مريض خطي انفصام بالشخصيه تخلف عقلي، راد يقتلوا لانه مخبل عد ما راحت وقت حبيبتي الله يرحمها اللي هي يوم راح طلعت عليها قالت لي هذا مريض. اعطيك نصيحه قبل ما نخلص الاتصالات قاعد تجي ان شاء الله من اخويا في الله المسلم. اسم ان شاء الله اخوك في الانسانيه. انا ما يهمني ترى اي دين، اي شخص يطلب مساعده من عندي. استاذ هو الاسلام، الاسلام شنو تعريفه؟ هو العدل والمساواه بالضبط. وكل الاديان ترى اقرا كل الكتب السماويه كلها تقول لك انصف اخوك، لا تكذب، لا تبوك، يكون اخوك بالانسانيه عامله بطريقته. فكل الديانات الاسلام احنا بعيدا عن الاديان الاخرى، الاسلام هو أخويا الدين اخويا يعني الله سبحانه وتعالى. نصيحتك لي، نصيحتي لك لا توصل اوروبا، لان راح تسبني اول واحد. انا عشت في كل اوروبا، تسبني راسا اذا اقول لك تعال لاي بلد باوروبا راح تسبني من توصل. زين انا عشت من شمال اوروبا الى جنوبها غربها وشرقها، فأوروبا ما تفيدك. إذا تريد تطلع أطلع أما كندا. نعم. أمريكا أستراليا نيوزلندا خارج. إيه. أوروبا ملك. نعم. شغلة بأوروبا. أوروبا تعبت. أمريكا لازم لجوء وتطلع من تركيا وما أدري قد تبقى بتركيا وشون هناك هاي الأمور وفترة من يطلع السيطان فصعبة. إذا تيجي لأوروبا راح تتندم مثل ما أنا تندمت. أنا أقول شلون يعني أقدر أنه وقف تركيا فترات شلون لين بين يطلع اسمي بين. أي هو هذا. ولا ما أنصحك على أوروبا، أوروبا خربت اقتصاديا أخلاقيا عنصريا كل شيء خربت. اسأل أي شخص بأوروبا عايش عدا اللوجية عن طريق اليون لازم. أي ماكو يعني هسه في الوقت الحالي الدول كلها تحارب اللاجئين، ف هذا اللي دا يصير وكله رايح يعني كله راح. الو مكتب السستان تفضل. الو السلام عليكم دكتور. اويلي الله يا هلا هلا بعبد الحليم الليل. اش يوم تخابرني بتليفون رومانيا، مره تخابرني بتليفون ما ادري شنو، رحمه الجده. رحمة الجدة المقتدى، رحمة لهذا السبت تنقاني اللي قاعد يمي صديقك اللي تحبه. زين ما تقول لي شم لا ترى هذا الدعاء باطل دكتور بس خليني اوضح. لا 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 اوقف، انا مو دكتور، انا اول شيء هسه وكيل السستاني. زين وثاني شيء طيب يلا حضرتك طيب حضرتك وكيل السستاني طيب. أي. دكتور بس هذا اللي متصل اللي قبلي الله يرضى عليك لما انت سمعت ايش قال لك لما اجى تنظيم الدوله للعراق حاربوا اهل السنه، يعني يقصد داعش الدواعش يعني. انا على ابو 100% انا على ابو داعش، على ابو الميليشيات، على ابو ايران، مقدبوا امريكا، مقدبوا بريطانيا. انا عندي السستاني انا حصلت على جوهر، انت تقول لي داعش وما شو شغله. أنا إنسان مؤمن بالولاية ومؤمن بالسيجار مات مولانا السيد اللي قاعد بصفي، أنا شنو شغلة؟ داعش ما عش كلمة حقدك. ما عندي أنا كلمة حق. أنا الاثنين ما أحبهم، لا داعش ولا الميليشيات
ولا كل واحد ضد أخوه العراقي، إن كان شيعي سني ما أعرف شنو. العراقي ما لي شغلة بدينه، من الفاول زاخو عراقي، دين مذهب ما طوله محترم نفسه، هذا عراقي يتعدى على غيره. أني أن شوف، أنت تنولد من عائلة وتنولد في دين وتنولد في بلد، يعني انولدت بباكيج، نعم. ما تقدر توخره، هذا ثلاث أشياء ينولد بالشخص. ما تختار البلد اللي أنت بيه تنولد، ولا تختار العائلة اللي أنت تنولد وياها، ولا أنت تختار الدين مالتك. هسه حضرتك أنا أقول لك أنت شيعي أعرف، أنت ما اختاريت تصير شيعي، أنت انولدت شيعي. أنا انولدت في عائلة سنية، أبويا كردي أم كردية، زين. بس أنت من تكبر تفكر الصالح والطالح، زين. صحيح. بهذه الطريقة. صحيح دكتور. من اسمح لي، من تشوف أخوك الشيعي واقع توقف له، ما توقف له لأن شيعي، لأن عراقي. صحيح. زين. صحيح. من السني يوقع يجي أخوه الشيعي ما يساعده لأن سني، لا، أخوه العراقي وقع، أو المسيحي أو الصابئي أو كل الطوائف الحلوة اللي جمعنا العراق بخيمته، اللي جو دولة السرسرية فرقونا. صحيح عندك حق دكتور، بس على ذكر أنه قلت يعني الإنسان مثلا يعني نا يقول القرآن الكريم يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني مو قضية هنا السيستاني أو غير السيستاني، يعني بشرفك بشرفك يعني أهل الذكر، أهل الذكر سيستاني مقتدى لو الحكيم، من أم أهل الذكر؟ أنا ما قلت ذولة، يعني بصورة عامة القرآن يقول دكتور، مو أنا اللي أقول. أنا ما لي شغلة هسه يا أبويا، أنا دا أمشي على اللي عايشين به. القرآن نزل قبل 1400 سنة، هذا دستور الإسلام، بس من 1400 سنة ولا واحد مش على دستور الإسلام بكل الدول الإسلامية. مختصر مفيد، إذا أنا غلطان قل لي غلطان. لا لا صحيح عندك حق، مدى يمشون على الدين الإسلام الصحيح أخي، ولذلك سؤال المصيبة اللي طايحين بيها شيعة وسنة. انت هسه شوف عزيزي، هسه انت أقول لك احنا حلقتنا مو شيعة وسنة، احنا نريد نجمع ما نريد نفرق، زين. ما لي شغله، هذا هو اهم شيء يا عزيزي، يعني يا انا هسه اذا ابوي شيعي وامي سنيه شو اسوي؟ يعني انا شنو ذنبي هسه؟ ما هذا احنا شوف عشيره بالعراق، شوف شوف ماكو عشيره بالعراق ما بيها شيعة وسنة، زين بالضبط شايف. ترى انا اعرف العراق، احنا نجمع ما نريد نفرق، اللي يقول لي علي طائفي واللي يقول علي كذا واللي ما لي شغله بي، خلي يحشون منا الى يوم الدين. ليش؟ لان مسيت صنمهم، لان مسيت خط الاحمر مالتهم، ما عندي شيء اسمه خط احمر، خط احمر عراق والتاج الراس العراق واخوي العراق الشريف، ما لي شغله بدينه ومذهبه، هذا 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 اللي عندي. لا تقول لي لا تنسى، انا هذا انت يا اخي، هذا انت دكتور، هذا انت حسب رايك انت، هذا اللي تقوله صحيح، بس اكو هناك اكو مخطط اخي امريكي صهيوني قاعد متغلغل داخل العراق اخي، هو اللي دا يفرق، هو اللي دا يحطم، هو اللي دا يدمر. والايراني الصهاينه ذول الصهاينه اخويا، هاي 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 اسمعني اسمعني اسمعني، اوقف خلي وقفك هسه. هذه تعلاقة الصهاينة والمؤامرات، شوف لو احنا دولنا وشعوبنا بيها خير كان ما اجانا لا صهيوني ولا امريكي ولا ايراني ولا بريطاني، احنا شعوبنا طايح حظها، الطيبين بيها نسبة قليلة، المفكرين بيها نسبة قليلة، معيشيهم على الجهل، اما بطل تحرير او سيد او ملة او فلان اجا تمشي ورا مقتدى يعني، هو هذا اعتبره كتاب الله امشي ورا، يعني اذا نزع لا لا, لا, لا إذا, اذا اذا واحد مثل مقتدى هذا امشي وراه وامشي ورا دينه، والله لا اصير ملحد هواي اشرف لي. قول لا. يلا اللي عنده سؤال ويا لان سبت تنقاني مو تعبان، لان راد انجليزيات اثنين وهسه باللاسلكي خابرني يقول لي يريد اربعه،
يمكن ضارب 4 فياغرا فبلبوله يعني. ناخذ اخر اتصال ونقول لكم بعدين. مكتب السستان تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله استاذ لطيف، شلونك؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك ابويا، بس نصي لي التلفزيون او شنو اللي قاعد تدفع. تومر لا ما يمر عليك دكتور. ان شاء الله بخير الحمد لله على السلامه. عاش من شافك من زمان ما طالع بس مباشر. لا انا دا اطلع والله، كنت بالغيبه الصغرى. والله مشتاقي لك يا بس لا مع المهدي بالسرداب. والله انا رحت ضربت، كان مسوي تم نقيمه، قال لي تعال ابو عمر، لا ابو عمار قال لي، هو ما يقول عمر يضوج، فصاحني باسم علي، قال لي ابو علي تعال، لان ابني علي الثاني، فقال لي ابو علي تعال اضرب تم نقيمه وياي. فرحت قعدت تم نقيمه، اجهشنا بالبكاء ورجعنا خير من الله. لهذا السبب ما يدخلون سني، حتى ما حد يعرفه، مو احنا نريد اثبات واحد سني حتى يصدق. لا بس موجود. بس انا شايفه، حتى السيد هنا قاعد سالته قال لا ما شايفه لا صاحب العصير والرمان ولا صاحب عصير البرتقال، يعني كل الفواكه ما شايفه مو انا. استاذ طيب، بما انك اصبحت الوكيل طبعا انا اهنيك على هاي المرتبه وهذا الوسام. يرحم طول. ليش السستاني على مدى هذه السنين عمره الان 100 سنه ليش ما تكلم او خطاب او صلى صلاه جمعه؟ ليش؟ انا سالت هذا السؤال بس راح اجاوبه مره ثانيه. سيدنا سمعت. نعم. ليش ما تسمع يقول لك ليش ما تطلع تخطب بالناس وليش الناس ما يشوفوك؟ ها راح هو يجاوبك. والله احب اسمع الجواب. اي راح يجاوب. اسمع الجواب والله. بسم الرضا عليه السلام، انا لا اخرج على المؤمنين ولا اسمع صوتي للناس لانه عوره. يا ما ان شاء الله انا هو حكى. اللهم صل على محمد وآل محمد. كاري بهارات ما لي شغله، هو قال يعتبر شكله وصوته عوره، فانا ما لي شغله. هو قال يعني هو مو جد رسول الله، جد رسول الله كانت عنده خيمه وكانوا ايه؟ يجون عليه الناس يعلمهم. اي شنو المثل؟ ايه هو قاعد بخمسين متر ايجار. يا سبحان الله. ايه يا سبحان الله. من اقول لك جد انتم ما تصدقون، من اقول لكم هذا، شوف هذا السبت التنقاني صديق، يعني صار عندي هسه يعني من البارحه لليوم، اريده فد ساعه يقعد بالصاله، يقعد بمكان ماكو، قاضيه بس بالتواليت عباينا، قاعد يعبينا فسو فساويه المباركه، هاي راح ننزلها على سواق السه. زين الفساوي المباركه للسيد السبت تنقاني، شوف الذبح عليه راح يصير بالعراق. استاذ لطيف حبيبي. الفيديو الاخير قبل فتره يعني ما اعرف 6 شهور سنه اللي اظهرت فيه قناع السستاني. ايه اثناء خروج البابا اكو لقطه اذا تتذكرها، اثناء خروج البابا لما مسك السستاني مسك ايد البابا، لزم ايد البابا. أي. يحكي وياه، لما يحكي وياه يعني هيك بشويه مدنق عليه، يحكي وياه ماكو مترجم يمهم، يعني هسه اقل شيء السستاني اذا يحكي عربي او فارسي. أي. اكيد لغه السستاني تختلف عن لغه البابا. لا فلما ماسك ايده ومن حن يحكي وياه ماكو مترجم يمهم، يعني مبينه مسرحيه كذب. لا هي اي اعرف، لان هي لغه البلابل، بس البلابل يفهموها. اي ماكو مترجمه يعني، بس هيك حلقه يتحرك يعني مبينه كذب، يعني اللي يريد يركز. بلابل حبيبي، انت مؤمن بالولايه ويانا هسه ولا؟ والله ابو عمر يعني انا اقتدي بيك، يعني الغير والي كافر، من مات ميت جاهليه، موت الجاهليه الذي لا يوالي. لقد حصلت على قوطية فسوة مباركة من السماحة السيد. سيدنا هاي اكتسبنا شخص ثاني ناصبي دخل الولاية، خلاص اضرب بعد، هم راح يدفع خمس وكل شيء يصير تمام مولانا. دكتور لطيف والله العظيم يعني بدون مجاملة استاذ لطيف يحيى، انت يعني احاديثك تضحكنا وتوعينا يعني. والله اخويا من القهر اني يعني يا ريت ما تنقطع عن البث. والله انا صار ظروف عندي، وفاة ام اطفالي الله يرحمها، وصار عندي اعمال وصار عندي شغل، فنرجع اني ما اقدر اعوف اهلي واخوتي بالعراق،
أنا ما أحب شغلة شيعة وسنة، هذه الكلمة الطائفية المقيتة اللي فرقتنا. والله أصدقاء كنا نطلع ونطلع، ما أعرفهم لا شيعة ولا مسيح ولا ولا كل شيء، ولا كل شيء ما أعرفهم. والله صادق صادق، أنا متابعك أستاذ. زين والله ستار، هذا ستار اللي هو مدير القناة، أقسم بالله ما أعرفه شيعي، أقسم بالله ما أعرفه شيعي، وإحنا كبرنا بمنطقة واحدة وتربينا ما أعرفه شيعي، إلا لحد ما قال لي جيش المهدي كتلون كتلوا أبويا وكتلوا أخويا يعرب. زين وإحنا شيعة منهم وبيهم ذاك الوقت، يلا عرفت هذا شيعي. والله استاذ لطيف، انت يعني انا ما اريد اطول الكلام، انت قلت كلمه وقلتها سابقا، مختصر مفيد. نعم. الله يطيح حظك يا امريكا على هالدقه الناقصه. الف مره، اي والله الف مره. دكتور لطيف، بس عندي استاذ لطيف، بس عندي سؤال بلا زحمه اخر شيء. تفضل. بالنسبة لياسر الخبيث وذول أمير القريشي، نعم، أنا سامع إشاعة هم مجندين من قبل المخابرات البريطانية لو شنو؟ شوف أقول لك إياها بكل صراحة، أي والله، لأن هم يسبون ويلعنون، وحتى أنا مرات أتصل أناقشهم دينيا. شوف بس أنا راح أقول لك معلومات، وهذه المعلومات من داخل حكومة بريطانيا من مخابراتها، تعرف عندي علاقات. أنا عندي علاقات، أتابعك من الصندوق الأسود وحلقات الهروب من الشرق إلى الغرب. نعم بس والله رد استفاد منك. والله العظيم أقسم برب العالمين وحياة أولادي اللي هم نفسي، نعم، لا مخابرات وراهم ولا دولة وراهم، حالهم حال أي واحد عايش في بريطانيا بعد زيان. بس هذه الناس اللي يلهون او يطورون او يكبرون المواضيع، هذا عميل بريطاني، لا بريطانيا الى شغله بي ولا ابد. ذاك وقعد اول ما اجى لهنا انا مكتب صغير ما ادري شنو، قام يطلب تبرعات، بعدين اشتروا كنيسه حولها الى حسينيه، وقام سوى بث مباشر على مدار الساعه يطلب تبرعات، طق براس الزواج. أنا بإذني سمعت هذه الكويتية 500,000 دينار كويتي بعثت له، أو 1,000,000 دينار كويتي في بث مباشر، 1,000,000 دينار كويتي يعني حوالي 3,000,000 باوند، على مود شنو يسوي مظلومية الزهراء الفيلم. زين أي صح، سيدة الجنة، أي جمع أضعاف المبلغ اللي يريده، وطق طقت رب العالمين، وشغلة تجارة من جوة جوة، بيوتة بإسبانيا وبالبرتغال وكل مكان، لا مخابرات وراء ولا أبد. بس احنا عندنا ناس جبناء، لأن ما يقدرون يسوون شيء، فدائما قالت الصهيونية وهذا عميل وحق ربك، لا صهيونية ولا أبد، احنا شعب جبناء نذب عيوبنا على غيرنا، ليش ما نحكي الصراحة؟ صحيح. يعني 40 مليون حبيبي ولا أقطع كلام، 40 مليون بالعراق، إيش قد راح يطلعون دول الميليشيات؟ 100,000، مليون، مليونين، بقى هم عندنا 38 مليون، أكثر شيء مليون، خلينا نقول 2 مليون، مو عندنا 38 مليون، ليش ساكتين؟ ساكتين جبناء. فالله يسلط الناس على شعوبها منها وبيها، فيستاهلون. وما أصابتكم المصيبة بما كسبت أيديكم، خلاص، ومنكم سلط عليكم. قابل جبناهم من الهند نفسهم، صفقوا الملك، صفقوا العبد الكريم قاسم، سلام عارف، صدام حسين، مقتدى، وباكر يحكمنا هم جرو وهم يصفقوا له. ها مصيبتنا. دكتور لطيف، أقطع سالفتك، والله كلامك ذهب، يعني مو مجاملة. ذكرتني هسه بخلال هاي الفقرة الأخيرة، نعم، كلام فائق الشيخ علي عام 2024 أساس نهاية النظام، شنو فكرتك علي؟ شنو رأيك بي؟ أنا سويت حلقة على فائق الشيخ علي يا عمي، هذا واحد حلقة، أنا والله ما يعني مشغول هلا. لا حقك مو كل واحد يتفرج. هذا فائق دعبه، الواحد نصاب 56 رفحاوي، عايش براس الزواج بالكويت، والشيرازية تعرفهم الشيرازية ايش قد قذرين، جماعة ياسر الخبير، اي هذول المتواجدين متواجدين في الكويت، هم قاعد يدعموه، طلق مرته هنا، راح يتزوج كويتية،
اعطوه الجنسيه الكويتيه، جنسيته البريطانيه هنا، براس الزواج نايم يوميا طالع. هذه الاعلام كل ما القنوات، كل ما القنوات تخف المشاهدات مالتهم يجيبون هذا القشمر، لان لعلع صوته وصياح وعياط وماخذها وشيني هاي وشيني ما اعرف شنو. يعني تصور فايق الشيخ علي سوى بلوك للشعب العراقي كله وسعبر على الدول الخليج هم. اي واحد يعارضه يسوي له بلوك، ما يعرف يناقش، ما يعرف يسوي اي مناقشة ويا اي واحد، لو اني لو ما اريد، لو اني لو ما اريد. اي هو هذا اسلوبه. والمصيبة شنو؟ المصيبة شنو؟ الجراوي اللي قاعد تسوي له دعايات، وفائق تاج راسك، وفائق ما اعرف شنو، فائق وفائق شنو فائق. انا محامي، اتحدى اذا مارس المحاماة. اي صح، كان بكليتي هو، اتحدى اذا مارس المحاماة. انا مارس محاماة، وانا خريج حتى برا، ودرست بالجامعة ومارست المحاماة. أنا أتحدى فائق الشيخ علي فد يوم واحد صاير محامي. بس عندنا نعم. ناس عندنا ناس، بس هذا الكلام ما يريد يسمعه، ما يريد يسمع هذا الكلام. أي أنا أحكي، اللي يريد يسمع يسمع، اللي ما يريد خليه يرجع. فمسوي نسمعك ويا ريت ما تنقطع عنا دكتور. لا لا أبوي، أنا بالنسبة لي أشوف، وحق ربك حتى على نفسي احشي اذا اغلط، زين ما عندي لحية مسرحة. سبحان ما يغلط، سبحان ما يغلط. انا لا نبي ولا يعني انا حكيت خبت. اكو واحد اكثر صراحة شفت الصندوق الاسود اكثر صراحة من هذا بعش يقول. شفت الحلقات كلها والله دكتور لطيف، يعني ما جاملت، ما حاولت تجمل، حكيت لك جمل. اول علي قلت قصي، قلت عدي كان كذا، وقلت قصي كان محترم، يعني ما جاملت مالي يعني. شغله انا علي اللي شفته اللي صار، ومن طلعت برا هم سويت الحلقات مال الهروب من الشرق الى الغرب، حكيت حتى على نفسي. انا ما عندي، شوف انا يعني احكي لك الصراحه، من طلعت برا اخذت الشيء زين من بلدي، واخذت الشيء زين من الغرب، وخبطته وسويته شخصيه واحده. زين اللي رايي، اللي يسمع يسمع، اللي ما يسمع له حقه، جادلني هذه. بس احنا جماعتنا راسا اختك امك عرضك كذا، ها ما تعرف تناقشه، اسلوبه ضعيف، هذا اسلوبه ضعيف. اي ففائق الشيخ علي سنة 2024 ذاك اليوم يقول بوتين، واني اللي يسمع يقول هو مستشار بوتين. زين ما شاء الله، يعني اللي يقعد يطبل بقنوات على احتلال بلده، لا ويطي الشرعية لاحتلال البلد مالته، لا ويدافع يدافع عن المحتل، يقول لك والله السرف مات الدبابات غطوها ببلاستيك على مود لا تجرح الشوارع العراق. لا يعني على مود التبليط. اي صح، يعني بربك، يعني بربك اكو بعد اكثر من هالنداله. هسه امريكا جرت ايدها من عده، لان حسب معرفتي انا حاول يتصل بالامريكان لبسو، اتصل بالسي اي اي المخابرات الامريكيه، واتصل بالبنتاغون اللي هي وزاره الدفاع، اثنيناتهم لبسو. قام وين يروح؟ قام يتصل هسه بالروس، يلتقي بيهم بالاردن، يحاول عن طريق شيوخ يعرفهم هنا وهنا على مود بس يوصلون روسيا. شوف الخائن بدمه، ليش؟ لان فلس فلس، ما حد يصدق بيه بعد. يلا هسه ايش قد باقي 2024؟ باقي سنه. هذا شار بي ازينه، اذا شار بي ازينه اطلع بث مباشر اذا صار شيء بالعراق. صحيح، يعني ما يعني لا تتامل قوه خارجيه تجي تنقذك، اذا ما بدك ما حد يشفق عليك. لان حضرتك ما متابعني صار فتره على مود شغلك. شوف اي والله، اذا تدرسها علميا، اولا كل دول العالم هسه مشغوله باقتصادها وخراب اقتصادها اللي دا يصير، ومحتاجين الى الطاقه ان كان غاز او نفط، لان كل المصانع والمعامل والطاقه كهربائيه كلها على الغاز يشتغل. زين روسيا سوت هذه الشغله، الناس ملتهيه. وثاني شيء العالم بعد مو ذاك العالم اللي يضحي له بجندي على مود والله عراق وما اعرف شنو. العراق انباع وخلص، اكو عقود لعشرات السنوات.
أقود لعشرات السنوات، لا أنا ولا غيري راح يبدلها. وما محتاج بعد أمريكا تجي وتحتل وتسوي، لأن وقعوا هم بكارثة وجابوا حرامية وما يعرفون يخلصون من عندهم زين. فما راح يجي أحد ولا راح يجي أحد يساعدك. إذا ما أنت ابن البلد تساعد نفسك انسى. أي والله، لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أي فهذه مصيبتنا احنا، جيب اللي يفهم على قولة هذا السيد، جيب اللي كبها. اي والله امانت الله دكتور لطيف، انا اسف طولت عليك. لا ابوي الله يحفظ، طلبه منك لا تنقطع علي ان شاء الله، لان هذول المعممين دا يجهلون، يقولوا لهم اذا ما تسبون ابو بكر وعمر وعائشة كفار، امانت الله لا تنقطع علينا. فانت لازم توعي، اقول لك خلي توعي ذول الجهلة، خلي يسبون ابو بكر وخلي يسبون عمر وخل، هذول اصحاب الرسول زين، لا راح يزيدون ولا راح ينقصون. صح والله زين، هذول اصحاب الرسول. تدري انا اخر اقطع سالفتك، تدري ياسر الخبيث على قناته يريد يحتل مكه وينبش قبور الصحابه، اعرف يحرر مكه ويحرر مكه، بس هل الصحابه هل تلوم ياسر الخبيث او القريشي؟ لا ما لومه، بطل ده يعرف يسوي فلوس براس الزواج، وجماعتنا احنا ملتهين، يجون هنا واحد ياكل بالثاني، ويجون من الخليج ويجون يتونسون هنا وحشاك بنات وطربقة وشرب وهذه، ويرجع البلد يصلي ويصوم. شلون سمعتك انا ابو عمر العفو عن المقاطعة، نعم. محاضرة قديمة تقول رافعين خشومهم والله سيارة خليجية تفتار من الله يطيح حظهم. هذا سوالفهم وحق الله، كل شيء ما يسوون. والله هسه ياسر الحبيب لو هو والقريشي يطلع بنص العرب واحدة لا حرس ولا بطيخ، وحق ربك يقعدون ياخذون سيلفي وياه، كل شيء ما يسوي له. متابعينهم هواي، عم عرفوا شلون يدبرون امورهم وعرفوا شلون يغسلون ادمغة الناس. والله بطل، انا اقول لك بطل زين. مع الاسف والله، مع الاسف الدنيا تفتر بالعكس. انت مرة ابو عمر قل السالفة، قل السالفة حلوة، قلت يقولوا لي انت ما عاجبك شيء، فانت جاوبتهم قلت لهم والله بعد 2003 صحيح ما عاجبني شيء، لان الدنيا تفتر بالمقلوبي. صحيح الدنيا تفتر بالمقلوبي بعد 2003 بالضبط، كل شيء يفتر بالمقلوبي. اي والله صدق، ماكو شيء يعني يعجبك. لا مو بس هذه، اللي يقول لي هذا فلان ما عاجبك، فائق دعبول ما عاجبك، فلان ما عاجبك. زين فائق دعبول مو كان لا مو كان بمجلس الدواب، ومسؤول على أخطر ملفات اللي هي اللجنة القانونية، يعني كل ملفات الفساد يمه. يومية طالع إعلام، يومية راح أفضح وراح أسوي كل شيء ماكو. آخر شيء قام يدافع عن أهل العرق، هاي شفته زين. زين طلع برا مولوا كم فلس، وطلعوا ناس فضحوه بث مباشر هو وياهم، قال له انت مو قلت لي مليون باون او مليون دولار الدزلي واني وهذه وما دزيت لي؟ عركة صارت بالله هذه بالبث زين. وبعدين راح للانتخابات لان فشل، شكو راقصة وشكو كذا افلامهم اللي باحية كلها طلعت، فشل بالانتخابات. والله لو ناجح بالانتخابات ما تسمع صوته طبعا، لأن فشل. اي صح، فهذول الناس خلص العراق انتهى، انا احكي لك اياها وقلتها. فعلى مود هذه قلبت القناة ست تاني ونطلع المقدسات مالتهم اللي عبدوها. ابو عمر، بما ان انت موجود ببريطانيا، يعني هذا السؤال الاخير ان شاء الله اختم بيه، وانت اشرح يعني بدقيقة براحتك، يعني نعم. ذولا ياسر الخبيث، أمير القريشي، يعني إذا تقيم عليهم دعوة يعني كذا، ليش يعني ما تنجح؟ شو الفكرة ما تنجح؟ أنا سندهم، أنا واحد من الناس كمحامي رفع الدعوة عليه، المحكمة ردت علي. يعني شنو النتائج؟ لما ماكو نتيجة، يقول لك هذا حرية التعبير بالقانون مالت، نحن منا شغلة. ما طول ما دا يقتل أو يحرض على العنف. شوف، القانون هنا مطاطي،
والقانون هنا ايش قد موجود بحسابك زين، على هذا الاساس يقيمون القانون. فهمتني؟ هذا بريطانيا اللي لام شكو حرام بالعالم مو بس العراقيين. اي والله زين، من غير دول، من امريكا الجنوبيه شكو حرامي، شكو عصابات، مافيات، تجاره مخدرات، تجاره كلها هنا. أنا. أيوة. وما يخلوني اطلع. حتى من السلفيه المتشددين هذول اهل يعني موجودين شايفهم اهل الدشاديش القصيره، وهم ياخذون سيلفي ويا ياسر الحبيب من يشوفوا سفله سرسريه كلهم. والله ضعنا. اي الدين اصبح تجاره، الله ما يريد له واسطه. والدين الاسلامي دستورك القران، اقرا للقران زين، اذا ما افهمه لا اروح على شيخ ولا اروح، اروح على ابويا، اروح على واحد اثق به. ليش اروح على شيخ معمم لا شغل ولا عمل بس نايم براس الناس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. إيه؟ الله كريم، جزاك الله خير. الله يبارك بس ما انت يعني على مجالك لا تقطع، على مجالك. ان شاء الله ان شاء الله ابقى معاكم ونتواصل. يعني انت لا تتوقف ولا ترتاح، مثل ما هم ابو عمر الذهب إن شاء مثل ما هم كانوا حزب المعارضة كلهم عملاء قاعدين ببريطانيا وبأمريكا يحرضون حتى أسقطوا صدام، احنا نسوي نفسهم إن شاء الله. احنا نسوي نفسهم ما نسكت عنهم إلا يسقطون إن شاء الله. واحدة بوحدة إن شاء الله إن شاء الله. الله يرضى عليك وتحياتي إليك. إن شاء الله نبقى. الشرف حكيت وياك. الله الشرف حكيت وياك. الله أنت الشرف أخوي، الله يحفظك. تسلم أبوي. شكرا تصبح على خير. تصبح على خير. هذا كان آخر اتصال، ف راح نشوف السيد قبل ما أروح، لأن ريحة السيد خنقتني. وينك تعال؟ وردة وردة ريحتك خنقتني، نعل على والديك. يعني من قبل ظهور الإسلام ما غاسل، يعني تصوروا من قبل. هاي شمالة حاط رجلة يمي، تفضل بشر. يعني حتى نجوى فهد شوف شوف النزاكة، شوف يا واحد شو يسوي. تحفظكم الزهرة أم مقتدى، وهذا سبت التنقاني لك، هذا الشروط مالتي بألف باون ابن الكلب قاعد. يلا يلا شو تقول للحمد؟ هم دز لك الخمس، يقول لك خيري ممنون، هم رجع إيراني. تعيش أخوي حمد، ما قصرت ما قصروا اخواني واهلنا، ما قصروا الابطال الادمنيه وكل عراقي شريف. مالنا شغله بدينه، مالنا شغله بمذهبه بقوميته. واي شخص يتصل يحاول يسب قوميه دين مذهب اقفل التليفون عليه، لان ما عندي استعداد لا اخسر اهلنا الشيعه ولا أهلنا السنة ولا أهلنا المسيحيين ولا أهلنا من أي طائفة، حتى يهود العراق ما طول هم عراقيين فإلهم حق بالعراق. أنا هذه نظرتي، وهذا اللي مؤمن به هسه، لأن قمت أفكر بهذا اللي الله طاني إياه ببلاش. ما أفكر بدين ومرجع وشيخ ومستر بوبز يتحكم بيه وصلاة الجمعة على مزاجه. شفتوا فد يوم صار لشقد فترة رايح صلاة جمعة مسوي خبطة الجمعة، هسه لأن ضربوا بألف قندرة حشاكم قام هسه يجمع جماعته اللهم صلي مقتدى مقتدى مقتدى، هو يقولهم جهلة جهلة جهلة. فيشكركم السيد السبت التنقاني، لأن ضارب أربعة بياقرة وما عرفت شيء طالع، ولا هو ما عنده لا بلبول ولا أبل، كل شيء ما يبين، بس ما أعرف شو راح يسوي إذا ما أعرف. المهم كانت سهرة حلوة معاكم، تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة، وإن شاء الله نبقى على اتصال. أهم شيء نكسر القدسية اللي بنوها لمن لا قدسية له ولم يفعل شيء للعراق لا شعبا ولا أرضا. شوفكم على خير.
نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.